مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. سهرة مع فرقنا اللي دايما حقق إنجازات وحقق بطولات. لكن قبل ما أتكلم على فرقنا بحقق إنجازات وبطولات، لازم نتكلم على حاجة مع حضراتكم النهاردة مع جماهير النادي الأهلي ومشاهدي قناة النادي الأهلي، وهي شخصية النادي الأهلي. النادي الأهلي من 112 سنة حط لي وضع لي شخصية جوه أرض الرياضة في مصر. من 112 سنة عملوا تاريخ وعملوا بطولات، حققوا وضعوا مبادئ. مبادئ ايه؟ قيم، مبادئ، بطولات، انجازات، فوز، كل حاجه حطوها من 112 سنه فضلنا ماشيين عليها لغايه وقتنا هذا. دايما شخصيه النادي الاهلي بتبان في المواقف، بتبان في المواقف التقيله. دايما النادي الاهلي بيواجه صعوبات مع ناس كتيره في مصر. ليه بتواجه الصعوبات دي؟ عشان دايما كلمه الحق اللي بيقولها، ودايما ماشي على الطريق اللي هو مرسوم من 112 سنه. دايما بنقابل مشاكل من اتجاهات كتيره، وممكن يحصل عندنا مشاكل، لكن دايما بيرجع لينا الطريق اللي احنا عايزينه، وهو طريق شخصيه النادي الاهلي. اي واحد صاحبك في الحياه لو ليه شخصيه، بمعنى ليه بينك وبينه كلام، ليه مواقف، ليه ادب، ليه احترام بينك وبينه، ليه مواقف كتيره، بتقول عنده شخصيه. تخيل بقى لما يكون التاريخ ده في 112 سنه للنادي الاهلي، يبقى اكيد الوضع مختلف. مؤسسه وطنيه من 112 سنه، وايه تاريخ بطولات وانجازات وحاجه فوق الخيال، حاجه مش حدش هيقرب لها قريب. يعني الناس دايما بتبص على شخصيه النادي الاهلي اللي فوق، لان شخصيه النادي الاهلي هي رقم واحد، هي دايما اللي محطوطه فوق وكل الناس بتبص لها. هي دي الحقيقه، احنا مش بنقول كلام، الكلام ده غيرنا بيقوله، لكن احنا بنقول حقيقه على النادي الاهلي اللي احنا قعدنا فيه كتير جدا وشفنا ده وتعلمنا ده، ولازم نربي الاجيال اللي جايه على كده. ايه نربي الاجيال؟ يعني ايه نربي الاجيال اللي جايه؟ اجيال النادي الاهلي اللي طالعه، اذا كان لعيبه، اذا كان جماهير، كل الناس المنتمين للنادي الاهلي. دايما نعرف ان النادي ده قيم، مبادئ، بطولات، انجازات، هو ده النادي الاهلي، دي طبيعه النادي الاهلي، ده اللي اتكتب عليه من زمان، ده اللي قبل كده كل الكبار عندنا، اجدادنا وشيوخنا واساتذتنا، كل الناس ربونا على كده، ربونا على ده في الرياضه، ربونا على حصد البطولات والانجازات. لكن الناس في مصر شويه خارج مش منتمين النادي الاهلي دايما بيكونوا متضايقين شويه من الوضع، ان احنا نقول النادي الاهلي عنده شخصيه. لا، النادي الاهلي هيفضل شخصيته على مر التاريخ من 112 سنه، وان شاء الله هيظل لاخر العمر هو عنده شخصيه. وبكده اقدر اقول لكم ان احنا عندنا شخصيات كتيره جوه النادي الاهلي اتعلموا ده، منهم فرقه كره اليد سيدات في النادي الاهلي اللي حققوا اربع بطولات في موسم واحد، منطقه القاهره، كاس ودوري ودوري سوبر، ما شاء الله عليهم، قفلوا بطولات السيزون. خلينا نرحب بيهم النهارده في سهره جميله لمده ساعتين معاهم، نحتفل معاهم بالانجاز الكبير اللي حققوه، قفلوا بطولات السنه وجايين النهارده نبارك لهم. هنبارك لاول واحد وهو قائد الكتيبه، هو المدير الفني كابتن ياسر صلاح، صديق العزيز واخي وكابتني في الملعب قبل كده. كابتن ياسر صلاح الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن خالد، نورتنا وجودك. اربع بطولات في السيزون ما شاء الله، اللهم لا حسد. الحمد لله، كل فضل ربنا سبحانه وتعالى، وتعب الفرقه وتعب الجهاز. تعب الفرقه لسه هنروح تعب الفرقه، تعب الفرقه كتير. ومعانا كابتن سميره جمعه مخططه احمال الفريق. كابتن سميره منورانا ومشرفانا. ومعانا المدير الاداري الكفء اللي هو يعني هقعد معاك اتكلم معاه النهارده، هنفتح مواضيع قديمه بره الرياضه بيني وبينه شخصيا، كابتن عاطف طه منورنا ومشرفنا. ربنا يخليك كابتن خالد، انا اللي منور بوجود حضرتك والله. ربنا يخليك كابتن. ومعانا نجوم، النجوم اللي هم حاولوا الانجاز، اللي هم الابطال بتوعنا، نجوم من صغرهم هم نجوم، وطلعوا في النادي الاهلي وتربوا في النادي الاهلي على الفوز والمكسب، ما شاء الله عليهم. اجيال كتيره في كره اليد السيدات طول عمرهم بيكسبوا 20 سنه تقريبا او اكتر، كتير ما شاء الله عليهم، محتكرين الموضوع تماما. فهي دي شخصيه النادي الاهلي اللي عندنا. خلينا نرحب بنجومنا الكبار وابطالنا في كره اليد السيدات. معانا كابتن ريم ربيع. مساء الخير يا كابتن ريم. مساء النور يا كابتن، منورانا. بنورك والله. معانا كابتن يارا شحاته، الف مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك يا كابتن. وكابتن الفريق كابتن مي هشام. ازيك يا كابتن؟ ايه كتيبه الموت انتوا، صح ولا ايه؟ ده بص احذر مقاتلين. من الجانب ده، الجانب ده نعنشك، الجانب ده دمار. الجنب ده هو اللي مشكله، دمار هنا. خلاص اتفقنا يا كابتن مي. معانا كابتن امينه عاطف، مبروك كابتن امينه. الله يبارك فيك. ومعانا كابتن غاده حسام. كابتن غاده منورانا ومشرفانا. بنورك كابتن. الجول كيبر. اخبار الجول كيبر ايه؟ الحمد لله تمام. عملت ايه في الماتشات؟ كابتن ياسر متضايق منك او حاجه؟ لا لا، الحمد لله شرفتهم. الحمد لله شرفتهم، شرفت النادي. خلينا نبدا مع كابتن ياسر صلاح. كابتن ياسر، اكيد اربع بطولات في السيزون ما جاش من فراغ، تعب البنات اكيد، تعب الجهاز كله اكيد، تعب النادي، النشاط الرياضي، مجلس اداره، كل حاجه سلسله من السلسله ورا بعضيها هي بتحقق البطولات والانجازات.
الحمد لله. طبعا كان النشاط الرياضي ومجلس الإدارة وراء المكسب الكبير دوت ان احنا نحقق 4 بطولات. بصراحة الموسم ده بالذات كان موسم صعب جدا، موسم في فرق ظهرت كتير وكانت مسؤولية كبيرة، والحمد لله احنا كنا قد المسؤولية وربنا وفقنا وجبنا 4 بطولات. وجبت 4 بطولات كابتن سميرة، اكيد في توائم بينك وبين كابتن ياسر عشان تخططي احمال ليه 4 بطولات في السيزون، اكيد الموضوع شويه بتقعدوا مع بعض بتعملوا ايه اللي بتبقى ليه في اول السيزون انت وكابتن ياسر وفي نص السيزون وهكذا، ازاي بتخططي الاحمال لاربع بطولات من بدايه السيزون؟ بدايه كابتن ياسر طبعا بيقعد معايا، مش انا لوحدي، مع جميع افراد الجهاز، وكل واحد بيبقى ليه جزء معين في البرنامج بتاع كابتن ياسر. طبعا الكابتن بيحاول او لما بنقعد مع بعض بنظبط الاحمال على البطولات اللي بتتلعب، على قوه الماتشات، على عددها، على ترتيب الفرق اللي احنا بنقابلها سواء كانت فرق متوسطه او فرق قويه. بس السنه دي كانت الموضوع مختلف شويه لان معظم الفرق بقى عندها الاجيال اللي طالعه من تحت كلها يعني كويسه، فكان من اول السنه احنا شغالين جامد جدا، وخاصه احنا كنا بنستعد من اول سنه البطوله العربيه وما اتلعبتش، فاحنا بادئين من اول السنه جامد جدا كشغل وكملنا لغايه اخر السنه الحمد لله ربنا كرمنا في الاخر. لازم النهارده هنتكلم على البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، ليه مش بنروح؟ ايه الهدف؟ ايه التحقيق؟ لان اللعيبه دي بتوصل الحمد لله تكسب دوري وتكسب كاس، واخر بطوله افريقيه كانت في النادي الاهلي ما شاء الله عليهم عملوا مباريات قويه جدا. خلينا نروح لكابتن مي هشام عشان نبتدي نسالك. كابتن عاطف انا جاي لك تحت امرك، احنا النهارده مع بعضينا صح؟ معاك يا حبيبي قاعدين. كابتن مي مساء الخير. قولي لي بقى كابتن مي، تعاملك ازاي في وسط الفرقه 4 بطولات؟ ازاي تقدري تجيبي لعيبتك؟ اكيد بتحصل مشاكل معاكي في وسط الطريق كتيره، خلينا ما احكيش المشاكل، لكن ازاي بتتعاملي مع الفارق العمري بين اللاعبات كلهم، وازاي تقدري تلمي الفرقه عشان المكسب يطلع؟ هو الحقيقه فعلا في تفاوت عمري كبير، يعني اقرب حد في السن ليا فارق 6 سنين، فبس هم عارفين ان احنا يعني في النعنشه كلنا واحد بقى يعني، واحنا بنهزر وما فيش بقى سن ولا، وجوه الملعب برضو كذلك ما فيش سن واحنا كلنا واحد. الحقيقه اللي بيفرق في القصه دي ان احنا كلنا عارفين هدفنا كلنا من اول السيزون. بتتكلمي معاهم وتقولوا احنا عندنا هدف واحد؟ مش بنتكلم قد ما هم يعني الصغير بيطلع بيلاقي كبير ماشي على لاين معين، احنا في خطه معينه عايزين نمشي عليها وبننفذها. فالصغير بيطلع ما عندوش بقى الحته ان هو يفك بره يمين يشمال، لا هو يلاقي كله ماشي تمام، حتى ان كيس ان حصل اي حاجه اي خطه يحصل او اي خلاف بيرجع تاني وبيمشي معاها نفس اللاين. تمام ماشي يا معي، جاي لكم تاني. كابتن عاطف اكيد في السيزون كله بيبقى فيه مشاكل كتيره بتحصل في الناحيه الاداريه، صعوبات بتواجهك. قول لي ايه ابرز الصعوبات اللي واجهتك السنه دي جوه السيزون ده؟ والله كانت ابرز الحاجات اللي كانت اللي واجهتنا جامد قوي السنه دي اللي هو تغيير المواعيد، يعني في بعض ماتشات ان انت يعني كابتن ياسر حاطط البرنامج بتاعه وماشيين عليه تمام، بيجي الاقي مواعيد ماتشات اتغيرت، ومن غير المواعيد كمان من ملعب لملعب يعني برضو، فدي كانت برضو بتواجهنا والحمد لله يعني قدرنا نتغلب عليها. وكانت برضو هي كانت الحاجه الصعبه، بس دي طبعا النادي الاهلي ملوش علاقه بيها خالص، ان احنا استضفنا بطوله افريقيا الكره الطايره يعني حدود شهر ونص ولا حاجه، فبرضو ان احنا نقلنا الملعب بره، اجرنا صاله تاني ونلعب عليها ماتشاتنا والتدريبات وكل حاجه، علشان احنا قعدنا في خلال شهر و15 يوم شهر و20 يوم بنتمرن بره النادي وكلام من ده. فالجهاز ككل واللعيبه ان احنا غيرنا السيستم كله علشان يقدر ربنا يوفقنا ونكمل. كابتن ياسر اكيد في بطوله معينه عندك في ال4 بطولات كانت هي البطوله الصعبه بالنسبه لك، كانت اصعب بطوله ايه السنه دي بالنسبه لك؟ بص يا كابتن خالد، هو احنا هنتكلم بقى على ال4 بطولات. كانت بطولة الدوري، وكانت بداية بطولة الدوري اللي انا كان عندي 23 لعيب. 23 لعيب مرحلة السنية ما بينهم تفاوت كبير قوي بين مثلا اللعيب الكبير اللي عندي واللعيب الصغير مواليد 2000
فرق حوالي 15 سنه. وكانت المشكله عندي كان اول ماتش ما يتنسيش، كان ماتش النصر وبدانا باصابات غير عاديه، وكانت صدمه لينا وصدمه للفرقه لما نلاقي مره واحده ثلاثه في ماتش في مباراه واحده طلعوا برايه، يعني نصر صباع كسر في الصباع واضطرينا نعمل عمليه، وكانت يارا برضو ركبتها تمام، على الرغم ان يارا لسه هنتكلم عليها لانها المفروض قاعده معانا، بس المفروض انها تعمل عمليه خلاص في خلال اسبوع. فخدت اصابات كتير في بدايه الموسم، فكان الدوري شويه الحمل كانت كابتن سمينه مش مظبطاها يا كابتن ياسر. لا بالعكس، هي مالهاش دعوه بالحمل، الحته دي كان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش كان الاصابات تعرف ان في ملاعب بره احنا مش متعودين عليها. فاتفاجئنا الحمد لله الفرقه، لان انا ما عنديش لعيب اوحد الحمد لله ما شاء الله. كل فرقه بتلعب لعب كله جماعي. ال 23 البنت اللي كان عندك لعبوا في الماتشات كلها؟ لعبوا، مفيش واحده ما لعبتش؟ لا 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 مفيش، كلهم كاملين، كله لعب، كله كامل. كابتن سميره واحنا بنلعب في الاحمال بيتمرنوا البنات اكيد مش عايزين يتمرنوا. انا كنت واحد من الناس ما بروحش ولا عايز اجري ولا عايز اعمل معاش، عارف لعبت الرياضه ليه، بس ما علينا. يعني اكيد بيواجهك صعوبات معاهم مع البنات، مين اكتر واحده فيهم ما بتحبش تجري في الاحمال البدنيه؟ كلهم بصراحه، كلهم. لا بس ما تظلميش، هم دايما طبعا بيشتكوا بس ان هم مش عايزين يتمرنوا، مش عايزين يجروا، بس في الاخر بيجروا غصب عنهم. يعني اي حاجه الكابتن بيطلبها مهما كانت صعبه بيقضي شويه الاول، بس غصب عنهم بيعملوها في الاخر. اوحش ايام هي ايام الجبل، ايام الجبل وايام الكراك وايام الحديد. لا انا عايز اعرف بقى ايام الجبل، كابتن عاطفي يروح ايام الجبل؟ راح برضه. طب راح كابتن عاطفي بتروح الجبل بتعمل ايه قول لي؟ والله يا كابتن خالد انا ايام الجبل ديت فكرتني بحضرتك، يعني برضو ايام ما انت كنت بتلعب برضو كنت انا برضو في الفرقه وكلام من ده، وانت برضو كنت في الجبل برضو ما بتحبش الجبل، وكان على ايد انا الكلام من ده دوت، بس هم برضو يعني هم كبنات وكلام من ده اتعودوا عليه طبعا يعني. بس يعني بينهم نفسهم العمليه صعبه وبتاع، بس كانوا بيأدوا وكان زي الفل يعني الحمد لله. وبس وانا بشوفهم في الجبل وبتاع كنت بفتكرك والله يا كابتن عوض على طول. يعني في الجبل ما كنتش بجري جبل؟ لا كنت مش بتجري. انا كنت بفتكرك عشان كده. ما بلاش تفتكرني عشان اقول كلام كتير. انا حبيبي يا كابتن عوض، انت تاريخ في الرياضه. كابتن ياسر قول لي كانت ايه اصعب مباراه سيزون السنه دي؟ هم بصراحه يمكن ثلاث مباريات، قبل النهائي في كاس مصر، نهائي كاس السوبر في ماتشين قبل نهائي ونهائي. ويمكن حاجة ملحوظة السنة دي بالذات من سنين بالنسبة للبنات، انت مفنش الدوري ومنطقة القاهرة قبل نهاية الدوري بأسبوعين انت واخد الدوري وواخد منطقة القاهرة، ودي كانت مفاجأة. بصراحة قالوا ان النادي الاهلي مستواه بعيد قوي عن اقرب فرقة ليه، الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده غلط من السنه اللي فاتت. عارف كلام كتير يعني، فانا هقول لك الحقيقه النهارده خلاص الموسم خلص، هقول لك كل حاجه عشان ترد عليك. الكلام ده غلط. الانديه من ساعه ما طلعوا وعملوا منتخبات 98 و2000 بدات الانديه تهتم، و 98 بدا يدعم فوق في الدرجه الاولى، فاصبح الانديه ليها شكل وبقت انديه قويه. لا السنة دي كان منافسة قوية، ويمكن كان الماتشات بتتذاع وتتشاف، وكان برضو الجمهور كان شايف الكلام دوت. لا الدوري يعني اختلف، يعني جيل 98 بنات فرق، وجيل 2000 وجيل 2000 فرق في مستوى الدرجة الأولى، فرق في مستوى الدرجة. هنقف عند دي وهنخرج لفاصل وترجعوا لنا مرة تانية. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مدير الفني ياسر صلاح في الهيمنة على كافة البطولات خلال الموسم المحلي الحالي 2018-2019، وحصد العلامة الكاملة بالتتويج بأربع بطولات، وهي بطولة منطقة القاهرة، دوري العمومي، كأس مصر، دوري السوبر.
الأهلي نجح في الفوز على كل منافسيه بكل البطولات، لم يتلقى سوى هزيمتين، كانت الأولى مفاجأة أمام المعادي في الجولة التاسعة من الدوري، أما الثانية فكانت تحصيل حاصل أمام الشمس بنهاية دوري العمومي بعدما كان الأهلي قد ضمن التتويج به. سيدات المارد الأحمر بدأنا الموسم بخوض دوري العمومي رفقة 14 فريقا آخر، واستطعنا الفوز بالدوري بعدما حصدنا 80 نقطة بفارق نقطتين عن نادي الشمس الوصيف. الطريف أن الشمس كان بوابة الأهلي للفوز بكافة بطولاته هذا الموسم، فالأهلي تسلم دوري العمومي في آخر لقاءاته والتي كانت أمام الشمس، وفاز بها الأخير في مباراة تحصيل حاصل بنتيجة 28-27. توجت سيدات الشياطين الحمر بلقب بطولة منطقة القاهرة على حساب الشمس أيضا بنتيجة 32-25 قبل أن يفوزنا عليهن من جديد في قبل نهائي كأس مصر، ثم الفوز على نادي الطيران في النهائي بنتيجة 35-14. أما آخر الألقاب فكان دوري السوبر، ونجح الأهلي والشمس في الفوز على كل منافسيهم وهم المعادي، سموحة، الطيران، سبورتينج، قبل أن يلتقي الثنائي في لقاء يتحدد على أثره بطل المسابقة ليفوز الأهلي بنتيجة 28-24. الأهلي هو الذخيرة الحية للمنتخبات الوطنية على صعيد الشابات والناشئات، فبالنظر لأقرب حدث دولي شارك به منتخب مصر للناشئات تحت 17 سنة مواليد 2002، فسنجد أن لاعبات الأهلي هن اللائي قدن الفراعنة لحصد برونزية بطولة البحر المتوسط التي أقيمت منذ أيام بدولة الجبل الأسود، كما حصلت لاعبة الأهلي رحمة محمد ومنة الله سيد على جائزتي أفضل لاعبة وأفضل حارس مرمى في البطولة. عاجل سريع جدا، نشأت الطايرة في النادي الأهلي تحت 19 سنة بيحققوا بطولة الجمهورية بالفوز على نادي الصين بعد مباراة صعبة جدا لنتيجة التكافؤ لفرقتين، والمباراة انتهت 3-2. ألف مبروك لفريق الطايرة تحت 19 سنة ناشئات بقيادة الكابتن أحمد عبد الفتاح المدير الفني. كده الجمهورية والمنطقة الحمد لله قفلوا بطولات السيزون ما شاء الله، كلها بطولات وإنجازات، بس لازم نرجع لسيدات الأهلي وهم نجومنا النهارده، نجوم الانجاز الكبير اللي حققوه. نروح لكابتن، نروح لمين يا كابتن مي؟ نروح للجول كيبر كابتن غاده. مساء الخير. وليه يا كابتن غاده دايما بيقولوا على الاجوان من الاخر، يعني خلي احنا قاعده طبعا مش لازم بقى اصعب ماتش واسهل ماتش، بيقولوا على اجوان مجانين. انا كنت جون زيك بالظبط، بتعملي ايه؟ قولي لي الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط؟ هو الكلام دوت في شم الصح. كويس جدا. دايما الجون بيبقى شايف ليه وجهه نظر مختلفه عن اللعيبه، هو دايما بيبقى كاشف الملعب اكبر لينا، اكبر نظره في الملعب، فبيبقى شايف ايه غلطات الفرقه بتاعته وايه غلطاته هو، فبيبقى دايما عنده ان هو متحمس وعايز يعمل كل حاجه. مظبوط. ويعني سبب من الاسباب برضو ان انا اتخبطت مره وفتحت شفتي بسبب مباراه بماتش الكاس بيننا وبين سبورتنج السنه اللي فاتت، عشان كوره، عشان كنا لازم نكسب، لازم اجيبها. فهو أيه. معروف كده دايما الاجوان خارج عن النطاق في كل حاجه. خارج عن النطاق صح. يا مي قولي لي يعني... يا مي قولي لي، قولي على طول عشان نسمع. بس دخلت في الاخر. دخلت في الاخر. كابتن نقول حاجه نقولها صح في الاخر. ايه دخلت؟ ايوه دخلت، هي الكره دخلت، بس كان روح ان انا عايزه اجيبها ان انا عشان اكسب والفرقه تكسب. بس طب هقول لك بعدها جابتها ايه؟ اللي بعدها جابتها. لا هقول لك حاجه كويسه جدا، سيب بقى من الملعب وسيب كل حاجه. مين اللي رايح جاي من عنده لعيبه بتعدي على طول وعماله تزعق له اكتر واحده في الملعب؟ دايما بيبقى الوينجات. الوينجات ايوه، وينجات ليفت ثلاثه عاديين. الوينجات ليفت والرايت. و ادي المايك ليارا، ادي المايك ليارا على طول. ليارا يارا. طب انا هسال سؤال بس، يعني هو عشان مي قالت لك ان الكره دخلت فيكي فتقومين بقى يعني يارا قولي لي يارا، ايه اصعب ماتش لعبتيه السنه دي؟ ماتش المعادي في السوبر، التجميعه الاولانيه في
اسكندريه. في اسكندريه. ها ليه اشمعنى الماتش ده اللي كان صعب؟ لعبنا اكسترا تايم واحنا من اول السيزون عمرنا ما يعني انا تقريبا انا عمري تقريبا ما لعبت اكسترا تايم في حياتي. والماتش ده كان بجد فعلا صعب جدا، ولو كنا خسرناه يعني كنا هنبعد عن لقب البطوله قوي. فهو كان ماتش مهم والحمد لله يعني ان قعدتوا وقلتوا ايه قبل المباراه المهمه دي اللي لعبت فيها اكسترا تايم؟ صراحه لا والله، واحنا قعدنا مع بعض زي كل ماتش، احنا لينا كده قعده بعد كل قبل كل ماتش. ها قولي لي كابتن. طبعا عارف يعني لينا قاعده كده قبل كل ماتش لازم نجتمع. مي طبعا لازم تقول لنا كلمتين كده قبل الماتش، بتقول لكم ايه بصراحه وبتزعل مع مين وبتقفش مع مين؟ لا هي بتبقى دقيقه بالظبط، كلنا نقف كده حوالين بعض. يا جماعه بكره هنشد، مفيش هزار، بطوله مش عارف ايه، يلا يا جماعه يلا مش عارف ايه، وخلاص بس كده. مين؟ لا كل مره نفس الكلام. طيب مي بقول لك، لما بتقولي الكلمتين دول عشان تدي الفرقه حماس وروح، مين البنت اللي بتقف قدامك تحس ان هي ولا في دماغها اي حاجه؟ لا ده كتير كتير، ده كتير، عشان كده ما بطولش، انا بدي المسج وعارفه ان كله في الكفته خالص، بس عشان الكابتن يعني بيبقى منتظر ان احنا متجمعين بنقول حاجه مع بعض وبنتكلم. لا بنعمل اللي احنا، بص شفت الكلام بنعمل كل حاجه بس في ناس كتير بتبقى هو ده تفاوت الاجيال. طيب هكلمك بصراحه، خسرتي ماتش السنه دي من المعادي وكان محل اقاويل ولعبتوا معاهم اكسترا تايم، هو نادي المعادي قوي جدا كده ولا انتوا كان مستواكم اقل ولا ايه اللي حصل بالظبط بصراحه؟ منتهى الصراحه احنا ما جيناش الماتش اللي انتوا خسرتوه. ملعب المعادي غريب علينا يعني شويه في مشاكل. احنا بنتمرن في الصاله وبنلعب في الصاله، نادرا لما بنلعب في ملاعب بره. الملعب بتاعهم الاضاءه وحشه جدا، ده علينا كلعيبه وعلى الاجوان. الماتش فضلنا فاكين وما جيناش يعني لحد ما الماتش هرب. ما عرفتيش تجيبهم في الارض الملعب تاني؟ لا خلاص هم معنوياتهم ارتفعت جدا، واحنا في حاله غريبه من الضباب بتسيطر علينا جميعا. فحتى اللي بينزل خلاص يعني، بس الحمد لله يعني ما كانش مؤثر. لحقنا الموضوع بسرعه، بس كان زي قلم كده فوقنا كلنا كلكم، وهو ده اللي اداكي سبب البطولات اللي كسبتوها بعد كده. ده حقيقي، اكيد ده حقيقي. امينه اكيد في ارتباط دايما بين الجول كيبر في الفاست بريك الونجات، انتوا بقى ونجات قاعدين كده، انا كنت بقى برمي ناحيه الرايت اكتر، وبعد كده الونجات لفت قالت لي حرام عليك حرام عليك، قمت رامي الناحيه الثانيه. الجول كيبر بيرمي يمين ولا يرمي شمال؟ لا لا بيرمي. بتظبط مين اكتر؟ بتظبط مي. بتخاف من مي؟ مي وريم ربيع. وريم ربيع بتظبطهم؟ فعلا بتظبط. طب قولي لي ايوه هي ايديها رايحه كده. طب امينه بقول لك ايه، لا مي ثواني بقى ثواني بس اخليك امينه. قولي لي امينه، التعامل بين اللاعبات والجهاز وكابتن عاطف طه، قولي لي كده، انا جبت لك اهو كابتن عاطف حبيبي واحنا على الهوا. انت اللي حبيبتي، علي بقى صوتك كده وسمعيني. التعامل ما بيننا وما بين الجهاز، كابتن سميرة صاحبتنا على طول. كابتن على طول معانا في كل حاجة، كابتن ياسر اي مشكلة بنروح له على طول. قولي لي كابتن ياسر لما بيزعق متفاهم جدا. امينة لما كابتن ياسر بيزعق بيقول لكم ايه؟ يلا عشان نلخص الموضوع اسيب مي. كابتن ياسر، لا كابتن ياسر ما بيزعقش. ما تدخلناش بقى في مشاكل. لا 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 ممكن اقول انا يا كابتن. طب ثواني بقى عشان اروح لكابتن عاطف. كابتن عاطف قول لي. لا لا ده لا احمد كويسين. هو كابتن عاطف قول لي. الكابتن ياسر لما بيقفش مثلا وكلام ايوه ده فلازم الفرقه واقفه. انا مش هسيب حد، انا كل واحده عليها خصم 1000 جنيه. كم؟ 1000 جنيه. يا مي هو بيديكوا بتاخدوا كام في السنه عشان تتخصم 1000 جنيه يا مي؟ انا ما بسيبش حقي وساعه الحساب تجمع. فانا يعني هو لما هيقف كده انا ببقى عارف هو هيقول ايه. فبوقف وراه. ايه ده شو ابو الكباتن يعني بالراحه، الدنيا مش هتستاهل كام 1000 جنيه. يعني ايه برضه دول برضه عليهم التزامات يا كابتن وكلام من ده. لو سمحت يا كابتن عاطف بعد اذن حضرتك، هو الكلام ده مش اقول له ماشي يا كابتن ياسر واخصم من فلانه وفلانه وفلانه، اقول له حاضر يا كابتن ياسر. ما بتخصمش؟ وبعد كده بقعد معاه بقنعه واقول له يا كابتن ياسر 1 2 3، طب نخليها 500 طب عشان خاطر انا يا كابتن ياسر نخليها 250. انا ياسر الكلام مش عاجبك صح؟ احساسي والله. بص احنا خلي بالك احنا النهارده مش جايين، هم عارفين الكلام ده كده بقى. طالما بقى كده خش انت على طول. هم فتحوا بس اللاعبين لسه مظبطين حالهم معاك؟ لا بصراحه امينه مظبطه الدنيا. امينه مظبطه الدنيا. طيب كويس.
بص هو الـ 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 انت عارف النادي الاهلي عودنا دايما على المكسب. انت عندك 23 لعيب عشان تقدر تعامل 23 زي بعض دي مشكله. الحاجه الثانيه بزعق، انا ما اعتقدش ان انا كنت بزعق. انا عمري ما زعقت. ما زعقتش؟ ما افتكرش. لا ما تهزرش يا ياسر، ما ينفعش المدرب ما يزعقش يا ياسر. يا مينا يا كابتن ياسر سميرة، يا كابتن ياسر احنا داخلين على ايام مفترجه، احنا اللي بناخد وداخلين على صيام وكلام من ده، فانت عمرك ما زعقت. يا كابتن ياسر انت في الماتش اللي هو بتاع السيمي فاينال سموحه في صاله النادي الاهلي عمل ايه بقى؟ انا دخلت لك اوضه اللبس قلت لك اهدى هيجي لك جلطه. انا كنت سامع صوتك فاكر الماتش يعني زعقت اهو. طب انا هجيب لك الحق دلوقتي، ادي المايك لريم ربيعه بنتي هتقول الحقيقه. انا بص يا كابتن ياسر، ريم ربيعه بقى هتقول، خلي بالك هتعملها كده بس شوف هو بيعمل ايه دلوقتي. بقول لك يا ريم سيبك من هو بيعمله لك، بسالك سؤال. لما كابتن ياسر بيزعق ايه اللي بيحصل؟ احكي لي عشان تقولي الحقيقه. اتفضلي. بص يا كابتن والله هقول لك حاجه، هو بجد مش بيزعق يعني، خلينا متفقين هو مش بيزعق يعني. هو مثلا لو ماتش شادد او كده هو بالعكس هو بيبقى هادي جدا عشان بيحاول يلم الفرقه يعني. والله بجد. بس لا لو مثلا ما بين الشوطين او حاجه لا ممكن يزعق. هو مش بيزعق، هو بس بيصحح الاخطاء مش اكتر. بس فهو بجد لا هو مش عصبي خالص يعني، مش شخصيه عصبيه معانا. بتتعاملي ازاي مع كابتن ماهي هشام؟ لا ماهي صح يعني بجد هي صاحبتي قوي يعني، مش بتعامل معاها. طبعا كل الاحترام لكابتن مي. بس لا يعني هي انا حاسس ان انتوا كلكم هنا جايين ايه تغطوا على بعض كلام. طب هنتكلم ازاي يعني؟ نتكلم بصراحه شويه. اتفقنا قبل البرنامج. مش هينفع كده والله. اتفضلي. لا هي مي بصراحه بجد هي يعني احنا معاها بنحس ان هي صاحبتنا يعني، هي زي اختي او اخت، هي فعلا اختي. مش بنتعامل معاها خالص على قد يعني ان هي يعني كابتن فرقه والكلام ده. وانا شايفه ان هي دي يعني الطريقه المفروض يكون ما بيننا، عشان احنا ما نحسش. احنا اول دي اول سنه لينا نطلع، فاحنا حاسين فعلا ان في جاب يعني كبيره بيني وبينها يعني. انا قبل ما اطلع كنت فعلا حاسه برهبه وكنت حاسه بخوف. بس يعني السنه اللي فاتت لما كنت اتصعدت معاهم مره ما كنتش لسه خدت على الوضع وكده، فكنت فعلا حاسه بالحته دي قوي. بس لا يعني السنه دي لا مي بجد يعني كويسه قوي في الحته دي يعني، مش بتحسسنا بحاجه. تمام بتظبطوا بقى. انا بقول لك انتوا ايه تظبطوا بعض النهارده؟ قالوا لي في الاحمال وكابتن سميره بتقول لك ما فيش حد بيجري. بتجري ولا ما بتجريش؟ مين مش بيجري؟ انت بسالك انا؟ إيه؟ يارا اعتقد ما بتجريش. يارا ازاي؟ ازاي يارا؟ لا معروف انا ما يعني بحبش اجري. انا بحب الماتشات بس. يعني انت جايه تلعب ماتشات بس؟ لا انا بحب العب يعني. مش عايزه تدريب؟ لا انا بحب التدريب الهاندبول بس. الفتنس لا. الفتنس لا يعني مش بحبه بس. طب قولي لي بتحس بايه يعني؟ مش عايزه تمرني ليه؟ لا عشان التدريب ده هو اللي هيجيبك الهاندبول. لا والله عشان الكابتن عارف والله بتعب يعني، لازم في تراك كده بيجي لي وجع في بطني. الكابتن يعني فاكرني ان انا عندي حاله نفسيه، بس انا بس انا والله العظيم فعلا بطني بتوجعني يعني. عندي وجع كده بيجي لي لما بقعد اجري متواصل كتير قوي، فالكابتن بيفتكرني ان انا بهزر. الجول كيبر بتاعكم بيهتم بالليفت ولا بالرايت؟ الفاست بريك. قولوا. بالليفت. بالايه؟ بالليفت. بالليفت. خلي بالك كده غدا بيشيلوكي تمام. لا بس برضه يا كابتن خالد بعد اذن حضرتك. السنه دي يعني كابتن غاده لا امينه وكابتن وساره ساره الخولي في ماتشات كان فاست بريك من ناحيه الوينج رايت، كان الاثنين بصراحه كانت بتبص هنا. وغاده فيها ميزه ما شاء الله عليها الله اكبر يعني، ان هي في الفاست بريك بتبقى عينيها على الونجات على طول. فهي بتشوف الاقرب واحد جري يعني اخر واحد في الملعب هناك وبتطلع له. بصراحه دي شهاده حق بقولها يعني لغاده يعني. والونجات بتاعتنا ما شاء الله الله اكبر، لو كان الرايت او الليفت في الفاست بريك يعني في ماتشات خلصت من الرايت ومن الليفت في الفاست بريك. مايا هرجع لك، قولي لي لما شلتي رابع بطوله بجد السنه دي ايه الاحساس؟ احكي لي كده وقولي لي حسيتي بايه وانت رافعه رابع كاس ما شاء الله قافلين بطولات السيزون بالنسبه لك؟ انت مش متخيل التعب برضه يا كابتن خالد. فانت اخر يوم بتلعب في الموسم اهي بصي جابها لك على طول اهي قدامك. بتتوج على رابع بطوله. مش هقول لك ان في ناس كتير شككت فينا وفي مقدرتنا ان احنا نقدر نكسب.
وده كان باين قوي، وده اللي كان بيزعلنا يعني. الناس دي المفروض قريبه مننا وصحابنا وفي الانديه الثانيه يعني. بنشوف ان لما الماتش بيقرب شويه الناس نفسها ان احنا نخسر. دي حاجه اثرت فينا جدا، بس الحمد لله ان احنا لا يعني كل جون يمكن في الماتش الاخير الحماس يعني اي حد فينا جاب جون احنا انا بشجع كان انا اللي جايباه بالظبط يعني. انا بحيي نفسي كان انا اللي جايباه بالظبط. ده النادي الاهلي اللي انت فيه. فكميه مشاعر كتير قوي جوه اللعب كمان لا تتخيلها. عايز اقول لك على حاجه بصراحه بقى عشان انت جبتيني في حته. بص انا بقى اقول لك بقى في الصحة. اللي ضايقك واتكلم على فرقتك تقولي له ايه النهارده بعد سيتي 4 بطولات؟ اقول له احنا ابطال اليد في مصر رغم حقد الحاقدين. يعني تقول لهم نهدى شويه بس يعني، حتى نهدى شويه ولا ايه؟ خلاص بقى. عايزين ايه من الفرقه يعني؟ انت شايفه وجهه نظري عايزين ايه من الفرقه؟ عايزين يكسبوا. انت رقم واحد بقالك سنين كتير، فنفسهم اي حد يخبط فيك. فالاجيال بتطلع وبرده محافظين على نفس المسيره وعلى نفس الاداء. فدي حاجه فعلا بتضايق يعني. انا لو مكانها بقى متضايق نفسي يخبطوا حتى يتكعبلوا عشان اكسب، حتى لو اي حد تاني هيكسبهم مش انا اللي هكسبهم. فدي حاجه بتبقى هم عايزين يكسبوا وده حقهم، بس بيبقى باين قوي يعني، وحشه قوي يعني، باينه قوي يا جماعه يعني. والله ويجوا بعد كده يسلموا علينا ويقولوا لنا مبروك. فاللي هو الله يبارك فيكم. ايه الطبيعي ده الجديد يا جماعه؟ مفيش جديد. ده اللي بعد اذن حضرتك. تمام. كانت واحنا في الدوره المجمعه الاولانيه في اسكندريه. فماتش المعادي ازم شويه ولعبنا اكسترا تايم وكسبنا الحمد لله. فقبل واحنا في الاكسترا تايم يعني كده، واحنا في لسه هنبدا، فدي انا يعني ساعتها مسكت شعوري بالعافيه ان انا سمعت ناس بيدعوا علينا. يعني فدي وطرتني جامد جدا، واتكلمت يعني يا جماعه طب اكسب في الملعب. يعني احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى، فاكسب في الملعب. وناس المفروض ان هي قريبه مننا قوي، فدي يعني ضايقتني قوي قوي يعني. فالحمد لله على كل شيء يعني. طبعا كابتن سميره اكيد وانت بتخططي للاحمال وانت شايفه كمان البنات مش عايزين، اكيد بتقعدي تتكلمي معاهم عشان تطلعي منهم اللي انت عايزاه في الاخر. بتعملي معاهم ايه بالظبط؟ لا بصراحه هم يعني حتى لو هم بيبقوا معترضين مثلا على تمرين معترضين ما بينهم وبين نفسهم مش لينا، بس في الاخر بيقدوه كويس جدا طبعا. وده اللي خلانا الحمد لله كسبنا 4 بطولات، رغم برضو ان كان في ناس كتير جدا ضدنا. والمشاعر حتى بتاعتهم كانت بتبقى باينه في انت واخده بالك وواضحه، شكلها واضحه كل جدا. مصر ضدنا كل مصر ضدنا طبيعي، لان دي شخصيه النادي الاهلي وده النادي الاهلي بيكسب بطولات، فكل لازم يكون بس لما تحس ان يعني ان الناس كلها ضدك كده عشان خاطر انت كويس، المفروض ان دي بتديهم دفع اكتر. والحمد لله هو ده اللي حصل بعد كده في الماتشات اللي فاضله وكسبنا الحمد لله. كابتن ياسر اكيد في انت وكابتن سميره في اوقات كتيره بتقول لها غيري الحمل طلعي الحمل نزلي الحمل، اكيد ده بيحصل. بص يا كابتن خالد، احنا لسه كنا بنتكلم على الدوري. دوري السنه دي كان ليه شكل تاني خالص. تتخيل ان احنا بنلعب اكتر من محترفين الرجال الدرجه الاولى. تخيل حضرتك ان احنا بنلعب لعبنا 47 مباراه. يعني بما حوالي 3 ماتشات في الاسبوع، انا كنت بلعب 3 ماتشات في الاسبوع والرجال بتلعب ماتش واحد، ده اللي كنت مستغربه بصراحه. ده حلو عشان يقول لك يعني عشان خاطر البطولات الافريقيه والعربيه ولا حاجه بالظبط لسه بنتكلم عليها. فطبعا كانت مفاجاه ليا. قريت الجدول كويس، قعدت مع كابتن سميره وكابتن صلاح مدرب حراس المرمى، وطبعا كان بيحضرنا كابتن عاطف وكابتن محمد بعلوشه ودكتوره رود. ازاي انا 3 ماتشات في الاسبوع، و3 ماتشات في الاسبوع ب3 بطولات؟ يعني بطوله منطقه، بطوله الدوري، بعدين كاس مصر يجي لك في النص، ده في اسبوع من الاسابيع لعبنا 4 ماتشات. الجدول نازل، ده نازل مظبوط ولا كل شويه بيتغير؟ هو نازل كان ثابت تمام، بس زاد عليه بقى في النص، وده اللي كان مستغربينه واتكلمنا فيه كتير. بس عارف الاهلي يعني بيلعب يعني هتحط 50 ماتش هلعب 50 ماتش. فوجئنا ان ماتش الكاس داخل في النص. تمام، وبقينا 4 ماتشات في الاسبوع. يعني ايه 4 ماتشات في الاسبوع؟ وخلي بالك ان احنا معانا فرقه 2000. يعني 2000 بتلعب ماتشين، يعني انا بلعب 6 ماتشات. طب مفيش يعني
الترتيبه جت ازاي ما عنديش فكره طبعا الاتحاد كان ماشيه ازاي، بس هو الاتحاد معذور برضو لان فرقه 2000 بتلعب، مش كل الناس بتصعد 2000. احنا معتمدين، احنا واخدين 6 تقريبا من فرقه 2000 بيلعبوا معانا بصفه اساسيه، يعني بيطلعوا دايما بيتمرنوا معانا، فكان الحمل اللي كان لازم يتوزع صح، والحمد لله ربنا كرمنا ان احنا عرفنا نوزع الحمل، وده اللي كان قلق الناس في ماتشات، مش عايز اقول انها بايدينا ان احنا بنخليها مقفوله شويه عشان بيبقى عندك ماتش تاني يوم اجمد، ماتش اجمد فاجمد فاجمد، فكان الناس قلقانه شويه. انا ما كانش عندي خالص قلق، عارف ان انا رايح للبطوله، فكنت مرتب انا وكابتن سميره والجهاز مرتبين ورقنا كويس قوي، وده اللي فرق، والحمد لله ربنا كرمنا بالاربع بطولات. لسه كلام كتير على اربع بطولات، احنا قافلين على بعضنا الحمد لله، وقافلين على الفرقه، فالحمد لله يعني كانت الدنيا ملمومه، ما كانش عندنا اي مشاكل في لياقه او في نفس او اي، كله كان تمام الحمد لله. حتى الاصابات اللي حصلت دي يعني حاجه امر ربنا، يعني أمر ربنا. مش حاجه خاصه بالتمرين يعني. دكتوره امينه، انا عرفت انت دكتوره اسنان؟ أمينة، أمينة، عايز أمينة إيه؟ لا، ما أنت بتلخبط فيا ما بيني وما بين أمنية. أمنية أو أمنية دكتورة أسنان. موني، أنت تربية رياضية. تربية رياضية. بتعملي إيه؟ بيوفق أوضاعك في التربية الرياضية وأنت كابتن وكده، بيعملوا معاك إيه في الكلية عشان تقدري توفقي بين كلية التربية الرياضية وبين التدريب؟ في الكلية؟ لا، هما في الكلية أصلاً ما بيدعموش أي حد أصلاً لعيب. مش داخلة كده بدري قهوة أمينة. مشكلة. لا قولي. اتكلمي براحتك طبعا. لا، هو اي حد رياضي بجد لو في تربيه رياضيه ما بيدعموش خالص، ما يعني ممكن اوحش واحد بيتعامل في الجامعه يعني. انت؟ لا، اي حد لعيب، اي حد لعيب. ازاي اذا كنت تربيه رياضيه يعني؟ مش فاهم. هما مش ما بيقفوش جنبه يعني. بتسيبي الكليه في اوقات عشان تروحي للتدريب؟ طبعا. ما فيش اي مشاكل خالص؟ ايه، بس طبعا بضيع حاجات في الجامعه. بس أمينة أكلمك بصراحة، النادي الأهلي أو الفرقة البنات بيعملوا ماتشات جامدة جدا، صح؟ ما بتخش بطولات عربية وأفريقية، بيقولوا، أنا بقول لك الصراحة، بيتقال إن المستوى الأفريقي بعيد تماما اللي أنتوا تقدروا تلعبوا وتكسبوا، تقولي إيه بصراحة؟ هو يعني أنا بحس إن إحنا لو كنا بنشارك أو فضلنا نشارك حتى لو إحنا كنا يعني بنخسر أو مش بنجيب مركز، بس حاسة إن إحنا لو كنا فضلوا خلونا نشترك وكده، كنت حاسه ان احنا ممكن نعمل حاجه في العربيه. طبعا افريقيا هم اقوى مننا جسمانيا عامه وفي كل حاجه يعني، بس حاسه ان احنا لو فضلنا نشارك يعني ونروح وكده، حاسه ان احنا نعمل حاجه يعني. شايفه قد ايه، كام سنه عشان تقدري توصلي للمربع الذهبي في بطوله افريقيه؟ افريقيه؟ تقريبا، انا بتكلم بصراحه معاك. سنتين ثلاثه. سنتين ثلاثه. ريم، كنت زمان وانت صغيره قلت لي انا بطله ونجمه، وبقيتي فعلا نجمه، صح؟ تربيتي على ايدي كتير، بس يعني عايز اسالك فعلا برضو السؤال ده، تقولي على البطولات الافريقيه اللي احنا مش بنشترك فيها. يعني لسه اشتركنا في بطوله وعملتوا مستوى كويس جدا، يعني دي حقيقه، وكانت اشاد بيكوا ناس كتيره جدا، لكن احنا شويه بعيد عن المستوى الافريقي. هو الحقيقه احنا كنا، انا يعني لما كان لسه مواليد 98 كنا بنشارك افريقيا بس في منتخبات. فانا كنت حاسه ان احنا شويه بنقدر ننافس يعني ممكن دوليا او محل يعني بره النطاق بتاعنا. فكنت حاسه ان انا لما يعني نطلع فيرست تيم هيبقى احنا هنكون بندعم برضو فيرست تيم فوق يعني. انا كنت حاسه ان احنا ممكن نكون اضافه للفريق الكبير، فان احنا نخش ونشارك بطوله افريقيه ممكن كنا نعمل مركز كويس. انا اتفرجت على البطوله الافريقيه اللي فاتت، انا شايفه ان احنا مش بعاد. هو يعني ممكن يكون فارقين عننا اجسام، بس احنا هاند بول بتاعنا كويس يعني، احنا عندنا خبرات كبيره جدا. بيقولوا ان خبرات الافارقه احسن منكم، وخبرات الافارقه اجسامهم كقوه بدنيه اقوى كتير من البلد. هم اجسامهم كويسه، بس احنا بنلعب بالمخ يعني، احنا هاند بول مش اجسام بس ومش طول بس يعني. احنا وينجات يعني معظم الوينجات قصيرين، بس احنا بنتميز بالسرعه مثلا. فهي دي الفكره، مش الهاند بول مش اجسام بس يعني. يارا، ليه بصراحه كانت في مشكله دايره في الساعه عندكم، وانا بقى بتكلم بصراحه انت عارفه، منتخب سيدات مش موجود في منتخب مصر، مفيش منتخب مصر سيدات
وانت بصي انا احنا بنتكلم بصراحه يعني ده رايي ده وجهه نظري وعايز اسمع وجهه نظرك في الموضوع. الهدف اللي انت بتلعبيه وتلعبي باسم مصر هو انا شايفه ان سبب من ان لعيبه كتير كبيره في مصر بطلت ان مفيش منتخب بيديها المنتجات وما شفناش حاجه يعني من دي خالص. وبعد كده حقيقه 98 لا خلاص 98 هنطلع الحمد لله بطل ها و 98 برده يعني نفس اللي حصل معانا حصل معاهم تقريبا. مع اني شايفه ان هم ان في ظلم الاجيال كتير قوي عشان كبير وصغير في عناصر كويسه جدا مش في النادي الاهلي بس في النادي الاهلي انديه كثيره انديه كثيره قوي. انت شايفه ان منتخب مصر السيدات لو اتعمل هيبقى الموضوع مختلف على الانديه كمان هيعود بالنفع على الانديه؟ طبعا يعني اصلا يعني اغلب الانديه مش مهتمه او يعني العناصر نفسها مش مهتمه بالهاندبول عامه لان ما فيش هدف. يعني اصلا الدوري برضو والمحلي حاجه طبعا كويسه وان احنا محافظين عليه حاجه كويسه بس هو برضو مش حلم. تطلبي ايه من المسؤولين على كره اليد في مصر وتقولي لهم ايه بصراحه شديده عن منتخب السيدات؟ اطلب ان يبقى في منتخب سيدات عشان احنا فينا ناس كتير كويسه واطلب ان مش من يوم وليله يتحقق نتائج كويسه. يعني مش هيعملونا النهارده بكره ناخد افريقيا يعني ما فيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان احنا نخش ونحتك وبطولات وديه وعلى الاقل يدونا 3 4 سنين نعرف حتى نكون احتكينا بالبطولات وبالناس اللي بره علشان نعرف يعني نوصل لحاجه كويسه يعني او نخش مربع مثلا على الاقل يعني. تمام كابتن ياسر هي ظاهرة الساعة عن سيدات مصر في كرة اليد بالذات. ما عندناش منتخب سيدات، الفرقة ما بتسافرش بطولات أفريقية كتير برا مصر، فأكيد زي ما هي عيارة بتقول لي الاحتكاك 3 4 سنين هيختلف الوضع، رأيك إيه بصراحة؟ بصراحة طبعًا كلام صح. النهاردة لو أكلم كنادي ما بشترك في السنة مرتين على الأقل. في خلال سنتين او خلال ثلاث سنين تقدر تبقى موجود في المربع ومجلس الاداره ما بيخلش عن اي تدعيم. اعتقد ان انت ممكن تلاقي نفسك بطل افريقيا في خلال ثلاث سنين. مختلف معاك شويه لان برضو فرق انجولا فرق صعبه. ما انا بقول مجلس الاداره بيدعم. عشان كده بقول لك مجلس الاداره ما بيخلش على النادي الاهلي بحاجه. تمام وما خدش على فرقه الهاندبول بحاجه. النهارده لو في تدعيم انت ليك الحق في اثنين اعتقد ان انت ممكن تنافس على بطوله افريقيا. تمام كابتن عاطف كلام كتير معاك انت شخصيا لكن في مواقف بتحصل في الحياه الواحد مش بينسيها طول عمره. طبعا مش عايز احكي مواقف كتيره طبعا. لكن في مواقف حصلت اكيد في الفرقه السنه دي معاك انت مش قادر تنساها زي ايه؟ لا مش عايز احكي التاريخ بقى ما انا قلت اهو شفت انا خرجتك من الموضوع اهو خلي بالك يعني انا كويس معاك اتفضل. والله بالنسبه لمواقف كتيره كابتن خالد قوي قوي يعني انا عارف ان انت حد بص بتضحك 24 ساعه فلازم تقول لنا حاجه قبل ما نقفل قول لي يعني كانت ايه يا سمير؟ طب ولا زعل نفسك خالص قول لنا اخبار الاشهر اللي بيرفع ايده ايه؟ اكيد البنات ما يعرفوهاش صح؟ البنات ما يعرفوهاش اسمع يا مي دي والله اسمع دي خالد الاشهر اللي يرفع ايده دي انت عايزها هو هيحكيها اهو انا مش هقدر احكي احنا على الهوا مش هينفع بره الهوا كابتن خالد انت قولي. عارفها من زمان قوي قولي بقى ايه اللي حصل اسمع يا مي ها دي كنا تحت 17 سنه ولا 16 سنه ايوه وكان عندنا ماتش مع مقاطعه في المانيا كويس تمام على ارض النادي الاهلي على ارض النادي الاهلي مش المانيا لا هنا كانت مقاطعه جت لعبنا من المانيا ها فساعتها كنا خارجين من المدرسه ورحنا لعبنا الماتش ها وكنا جعانين جدا عايزك بس عايز عشان مي عايزه تسمع كنا جعانين جدا فالنادي عمل حفله عشاء بعد الماتش لينا يعني للفرقتين وبيحتفل بالضيوف يعني كابتن عاطف كابتن عاطف انا عايز بس اقول حاجه على الهوا بس على الهوا بقى عشان النهارده مش هقول يضحك اللي حصل كالاتي اللي حضرتك عايز ايه كان قاعدين ناكل تمام وكان جنبي في مطعم المرسى لا جنبك اتنين اصحابك بص يا مي كنا في هجيب لك الاخر بقى كنا اتنين وكنا في القاع اللي فوق اللي هي جنب البلياردو في فكري اباظه تمام وكان جنبي الاتنين لعيبه اللي انت عارف ان انا طول عمري بص كابتن ايهاب فؤاد وكابتن طارق لطفي وكابتن طارق لطفي وهم دول كانوا هم الضمير واللي بيحركني هكمل انا بقى مي تمام بص بقى كنت باكل الراجل بيتكلم الماني الراجل بيتكلم الماني تمام فواحد عمال يتكلم الماني واحنا كلنا اكيد مش فاهمين عادي حاجه طبيعيه بيتكلم الماني كويس
فجنبه واحد صاحبه قام قال له عاطف عاطف قال له ايه يا كابتن قال له بيقول لاشوى اللي لعب في الماتش النهارده يرفع ايده قام كابتن عاطف عمل ايه انت عملت ايه بقى لا ما هو انا فارق لطفي ما ايه طارق لطفي قام واقف وسط الحفله ورفع ايده الشمال طارق قال له اقف لا لا طارق لطفي كان شرير شويه فانا باثق في هاف فؤاد قوي فبصيت لي هاف فؤاد قال لي عمل لي كده فانا قلت خلاص فقمت رافع ايدي رامي الشوكه وقايم واحمد يديك الشمال فاحمد بيل فؤاد رحمه الله عليه كان رئيس الجهاز اقعد قال لي في ايه يا عاطف؟ قلت له احمد بيه بيقول اللاشوى اللي يرفع ايده بالالماني قال له ادي عاطف كسفتنا بالالماني في مواقف كتيره وكابتن ياسر برضه ليه مواقف كتيره جدا معايا يا كابتن ياسر كابتن ياسر قاعد معايا كابتن مي اكيد في مواقف عندكم اكيد في مواقف عندك في النادي بتحصل مختفيه ما بتعرفهاش عايزين نعرف كواليس من حضرتك حد بيغني حد بيضايق يا نهاري اللي جنبي دي كابتن احسن ممثله هوا هوا انا عايز اقول لك ان الاجتماع اللي احنا بنعمله مع بعضينا هو بيبدا اجتماع بيخلص مواهب مواهب في الاخر بقى والكابتن يعني يعني ايه مواهب قولي لي بقى سيبك من كابتن ياسر خلاص احنا كده خلصنا احنا كده هنروح في ده يلا هنروح عشان كابتن الحاجات دي كانت سريه قولي لي بس في موقف عايز احكيه يا كابتن عوضي بعد اذن حضرتك اتفضل موقف ده بقى انت قلت لي النهارده الموقف ده يخص حضرتك اتفضل يا كابتن كنا بنلعب نهائي افريقيا 93 وفي تونس تمام وهنلاعب تاني يوم في النهائي ترجي تمام فكابتن جمال شمس ورحمه الله عليه رحمه الله عليه طبعا ده كان ابوك الروحي وكان طبعًا. بيحبك طبعا فقال خالد العوضي لازم يقعد يريح فقال لك بكره انت انا مش قادر انسى الموقف ده طول عمري تمام قال لك انت بكره قاعد مريح في اوضتك قلت له بزهق فقال لك قوم اتمشى في الاوضه فبالليل دخلت عليك انا ده كان 93 في تونس دخلت عليك انا وكابتن جمال فانا انت شفتنا قمت نايم على السرير وحاطط رجلي على رجلي فبقول لك ايه ده كابتن جمال قال لك ايه ده يا كابتن عوضي قلت له ما انت قلت لي اقعد في الاوضه انا قاعد ماشي انا حاطط رجلي على رجلي فانا مش قادر انسى لك بصراحه الايام الجميله دي قول لي يا ميت وعيد ايه يا جمهور للسنه الجديده اقول لهم ما تقلقوش علينا يعني احنا قد ايه وقدود واجيال بتسلم اجيال راي الاغنيه طبعا احنا لينا شويه تقاليد كده ان احنا بنسمع اغاني الاهلي قبل كل ماتش ايوه قولي لي كده لا ده احنا ايه اكتر اغنيه بتسمعوها قبل في الماتش اغنيه وي اغنيه يعني معاك يا اهلي معاك يا اهلي تمام دي من اكتر الاغاني اللي بنسمعها وتلاقي بقى ايه كل واحد متحمس قوي على بنتي عندها 3 سنين حافظاها حافظاها تماما قولي واحنا لينا صوره دايما بعد كل بطوله الوينجات لازم تتصور انت عارف الانتباه برضه امينه ما بتخشيش في الموضوع ده مش عارف حاسه دي وردتنا والله الجنب الشمال عن الجنب اليمين صح انا قلت لك هنا شغب هنا هنا كويسين متربيين ايه امينه ماي صاحبتي من قبلهم هم مي. لسه طالعين دول صغيرين انتوا كلكم عاملين تظبطوا في مي في القعده ومحدش جايب سيرنا في حاجه كابتن فاهم في ايه لا والله هي مي جميله والله مي جميله كلنا والله طب اقول لها ايه يعني كلهم عاملين يظبطوا فيك يا مي فعلا ايه كلهم خدي المايك بس انا اي تهريج ببقى يعني بهزر اكتر منهم اي طب ما تقولي لي موقف ما هو مفيش اي حاجه قلتيها مش عايز تقولي لي اي حاجه قولي لي اي حاجه المواقف دي والله هتبقى فضيحه خالص قاعد كابتن ياسر قاعد خدي راحتك هو قال لي خدي راحتك اتفضلي عايز اتقلديني صح؟ هتقلدي كابتن ياسر السنه الجايه عشان الحاجات دي هتتفقس لا لا قلدي بتقلدي كابتن ياسر؟ لا 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 خالص احنا بنقعد يعني بنفك مع بعضينا طبعا لا انا اقول لك بمنتهى الامانه انا هحكي للناس عشان يبقوا كابتن سميره معانا في المؤامره دي انا برضو كده مؤامره يعني احنا لو احنا بنتجمع كلنا في اوضه واحده نتكلم بجد بس احنا على طول يعني المعسكر برضو احنا ما بنحسش ان احنا في معسكر او ان احنا مسافرين لان احنا بنبقى الصحيان كذا الغدا كذا بنلبس كذا الموضوع بيبقى قفل جدا وضغوط كتير واللي عنده مذاكره وبيسقط وفي كل واحد عنده مشاكل فبتبقى هي ربع ساعه واللي متجوز وعنده مشاكل ومشاكل كتير بقى مش عايزه صح بلاش المشاكل دي فهي بتبقى مثلا ربع ساعه احنا بنفك يعني بنسمع اغاني ونقعد يعني نرقص ونفك ونغني بصوت عالي طبعا بتحصل مجازر بس بنلم ده طبعا في انهيارات هنا
بس انا بحس ان الموضوع ده بيبقى فيه بننفس لان احنا ما فيش اي مجال تاني نخرج فيه مع بعض. فده بتبقى حاجه صحيه جدا. فانا صحية يمكن انا اكتر واحده بقى مش عايزه اقول لك بقى مش عايزه بعد. طب بره الهوا بره الهوا سميره كنت عايز تحكي موقف كان حصل سليم واحنا في اسكندريه في الاول اللي هم كان في ماتشين سوبر في اسكندريه قبل يعني اللي هي النهائيات دي. فكابتن ياسر دايما هم بيقعدوا يتجمعوا مع بعض يتكلموا في الاوضه بالليل بعد ما بيخلصوا العشاء واحنا الجهاز بنقعد مع بعض تحت. فانا الكابتن بيديهم وقت معين بعد كده بيروحوا على اوضهم. كويس. فانا ومي مع بعض على التليفون قالت لي لما لو الكابتن طالع بلغينا. فهم طبعا بعد ما بيقعدوا يتكلموا على الماتش فاحنا قاعدين عادي خالص بنشرب شاي وهم قاعدين فوق. المفروض ان هم بيجتمعوا عشان الماتش. ماتش. لقينا ناس من الفندق جايين تعالوا لحسن ده ايه بيغنوا مع بعض تمام. طلعنا لهم لقينا نصره ماسكه الميكروفون اللي هو اللي طالع دلوقتي موضه ومطلع لكل واحده اسمه وعماله بقى ايه اكنها فرح كانت فرح بلدي. انا فرح بلدي ونقطه وقصص كده. كابتن ياسر سعيد عايز اخد منك كلمه اخيره غاده كلمه اخيره للجمهور لسموح المرحله. طبعا ان شاء الله بوعدهم بالاربع بطولات الجايين وان شاء الله يعني نفسنا نشارك في بطوله عربيه افريقيه السنه الجايه. انا شايفه ان مستوانا قريب مش شايفه ان احنا بعيد. لينا طموح ان احنا نطلع بره يعني بره مصر ان احنا عايزين نرفع اسم نادي الاهلي بره بما ان المنتخب ما بيعملناش حاجه زي ديت. فانا شايفه ان النادي الاهلي هو الاقرب لينا وشايفه ان احنا في البطوله الافريقيه اللي فاتت كان لينا حق في صراحه في الموضوع دوت. بس احنا كان قله الخبرات لينا في البطوله الافريقيه دي اللي فرقت معانا بس. فان شاء الله يعني نحقق كل بطوله ندخل فيها حتى لو كانت بعيده كمثلا بطوله افريقيه ان شاء الله نشرف اسم نادي الاهلي وتبقى بطوله كويسه لينا. بس اغلى بطوله السنه دي عندك ايه هي؟ بطوله السوبر. بطوله السوبر اشمعنى؟ كان اقوى ست فرق في الدوري الماتشات كلها ورا بعض تركيزنا بيعلى وبيوطى كل فتره كده. كان عندنا دروب بس بتاع اول ماتش بتاع المعادي لعبنا فيه الوقت الاضافي دوت فكنا قلقانين بصراحه ان احنا عايزين نلعب ماتشات كويسه عايزين ننهي الموسم برابع بطوله لينا. فكان كل ده ضغط بالنسبه لنا. تاني حاجه كنا شايفين نظره الناس لينا ان هم عايزين فعلا ان احنا نخسر وشايفين ان هم قعدوا يقولوا لا انتوا بعيد وان انتوا مستواكم قل. بس الحمد لله بعد ما حققنا البطوله بمستوى مشرف اقول لهم لا يا جماعه احنا لسه قريب ونادي الاهلي هو زي ما هو واللعيبه من الصغير للكبير بيشارك بيلعب بروح الفانيلا الحمراء بجد. ما عندوش ان انا انزل امتى او هطلع امتى. اهم حاجه احنا عايزين نكسب وعايزين نحقق الهدف اللي احنا قدامنا. بس الف مبروك يا كابتن غالي. الله يبارك في حضرتك. كابتن امينه قولي لي ايه الكاس اللي انت نفسك يعني ترفعيه في حياتك ما رفعتوش لسه؟ قولي. بطولة افريقيا. بطولة افريقيا. انديه ومنتخبات؟ طبعا. طبعا. طب تقولي للجمهور كلمه اخيره للجمهور بعد تحقيق الاربع بطولات والسيزون الجديد توعدوه بايه؟ السيزون الجديد نوعدهم ان احنا ان شاء الله ناخد كل البطولات وان شاء الله يعني نوعدهم ان احنا لو رحنا بطوله عربيه او حاجه يعني حاول ناخدها ان شاء الله. ان شاء الله والف مليون مبروك ليكي وان شاء الله باذن الله دايما بطولات وانجازات للنادي الاهلي. كلمه الكابتن يارا وطموحك والمرحله اللي جايه تقولي ايه عليها؟ لا هقفل مع كابتن مي. لا سيب كابتن مي في حالها. كابتن مي تقول اخر كلمه بقى اتفضلي. ان شاء الله يعني بس لما ارجع يعني ان شاء الله. صليبي هتعملي امتى عمليه؟ ان شاء الله يوم 5/5 عمليه رباط صليبي وغضروف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تقول بألف سلامه. يا رب ان شاء الله. يعني طموحي ان شاء الله لما ارجع يعني عايزه اشارك في افريقيه وعربيه. نفسي بس نبدا بعربيه الاول لانها نوعا ما الاحتكاك احسن شويه لانه الفرق مش اقل بس الفرق ما فيهاش انجولا وانا بالنسبه لي انجولا دي هي اكتر الفرق قويه في افريقيا. وبالنسبه لي ان احنا نخش مربع في افريقيا حاجه مش صعبه خالص لان بالنسبه لي انجولا اكتر فرق احنا ممكن نكون بعيد عنها زياده لكن بتهيالي الفرق كلها احنا قريبين منها. فيعني طموحي ان احنا نخش بطوله افريقيا كده ونحقق مثلا المركز الثالث ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله ان شاء الله و... وبطوله عربيه بقى ان شاء الله باذن الله. كابتن ريم، مش عايز ترفعي كاس العالم؟ عايز حد يقول لي بقى كاس العالم بقى يلا يعني احنا بنبص بس يعني ستيب كده يعني موضوع ستيبس. طبعا نفسي طبعا ان احنا نشارك كاس العالم، بس المهم بس نشوف الاول بطوله عربيه بعد كده بطوله افريقيه. يعني انا اصلا كان طموحي ان انا اشارك يعني بطوله افريقيه عربيه نوادي، احنا شاركنا فيها منتخبات، بس برضو لما تشارك مع النادي الاهلي بتبقى طعم تاني يعني. اكيد يعني حاسه ان هو يعني هو ده فعلا طموحي الفتره الجايه. لما يكون كمان كابتن الفرقه كابتن مي هشام بقى الموضوع مختلف خالص خالص. طبعا كابتن مي حاجه تانيه. تمام، الف مبروك يا مي، الف مبروك يا يارا. والكلمه الاخيره لكابتن مي هشام، لازم انت كابتن الفرقه تقولي بقى كلام حلو بقى. عايز ايه يا كابتن خالد؟ خش بقى بعد الهوا هنتكلم انا وانت. خلاص خلاص. انا بس عايز اشكر، احنا مش كلنا جينا، في ناس ما جاتش. تمام. بجد من اصغر لعيب يعني بجد مش عايزه ابخس حقهم عشان ما تنسيش حد. هم تعبوا جدا، يمكن الصغير زي الكبير بالظبط. الصغيرين كمان بيلعبوا مع فرقتهم ومعانا، فده برضو كان عبء عليهم غير دراستهم. بجد كل واحد كان ليه دور، يعني كل واحد كان بينزل دقيقه كان بيأدي دوره. انا بجد بشكر الروح اللي كلنا كنا فيها، ودي كانت اهم حاجه، وهي دي روح الفرقه. مظبوط، روح الفرقه كمان هي اللي بتجيب المكسب، فهي خطوات يعني مرتبطه ببعض. الف مبروك ليك حبيبي، ان شاء الله دايما في انتصارات وانجازات. كابتن عاطف طه، اتفضل. سيزون خلص الحمد لله، داخلين على السيزون الجديد يا رب بالتوفيق. يا رب، طموحنا ايه في السيزون الجديد؟ والله طموحنا يعني، وانا عارف النادي الاهلي ما بيبخلش على اي حد، يعني نفسي يعني اشارك بطوله عربيه. واحنا اخر مره شاركنا بطوله عربيه كانت في تونس اربع سنين، خدنا مركز ثالث. ومع العلم يا كابتن خالد ان انا يعني شاركنا هناك في تونس، كانت تونس والجزائر والفرق ديت كانت مدعمه من اللعيبه من بره. واحنا ربنا وفقنا وخدنا مركز ثالث فيها وكلام من ده، فانا ربنا يبارك لنا ان شاء الله. والنادي طبعا ما بيبخلش علينا في اي حاجه، ممثله في مجلس الاداره واداره النشاط الرياضي، ان احنا ان شاء الله باذن الله لو حصل بس يعني ان شاء الله باذن الله النادي واقفين لنا واشتركنا سيد الكره العربيه، بامر الله هنعمل حاجه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. وبشكر المجلس جدا 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 واداره النشاط الرياضي، وبقول لهم الف الف شكر على وقفتكم معانا السنه دي. اشكرك ان شاء الله السنه الجايه لو ربنا كرمنا ان شاء الله يعني نوقفكم بقى في الجهاز بقى كابتن. يعني خلينا نتكلم بصراحه كابتن سميره، كلمه الجمهور وكلمه اخيره لحضرتك. طبعا انا بشكر كل افراد الجهاز وبشكر الفرقه، لان هم طبعا كانوا قد المسؤوليه وربنا الحمد لله كرمنا. وبشكر طبعا الجمهور اللي واولياء امورهم اللي كانوا معانا في كل الماتشات وبيشجعوهم ونفسي بجد بجد انا يعني لما انا كنت بلعب ولما جيت اشتغلت في النادي نفسي ان انا ارفع كاس بطوله عربيه او افريقيه. احنا مش بعاد عن بطوله افريقيا قوي، لان احنا كنا بطوله افريقيا بتاعت السنه اللي فاتت كنا خلاص كان ماتش نكسبه او حاجه زي خش المربع، بس حصلت ان اخر دقيقه ما ربنا ما اردش وكان الفرق واحد ما كانش فرق كبير وما حصلش نصيب، فاحنا قريبين فنسي بجد ان ربنا يكرمنا ونشترك في حاجه بطوله عربيه او افريقيه ان شاء الله باذن الله. كابتن ياسر انت لسه مستمر معانا، لازم نخرج لفاصل. هنخرج لفاصل ونستقبل نجومنا الكبار في كره اليد سيدات، بقيه التيم اللي موجود معانا النهارده في سهره مع، عشان نبارك لهم ونتكلم معاهم على انجاز السنه دي، اربع بطولات في موسم واحد 100% السنه دي المحصله. هنخرج لفاصل ترجعوا لنا مره ثانيه. اهلا بيكم بعد الفاصل، بنستقبل نجوم ونجمات النادي الاهلي كره اليد سيدات واحرازهم اربع بطولات في السيزون ما شاء الله عليهم، ولا احلى ولا اروع من كده. خلينا نجدد الترحيب والتحيه للكابتن ياسر صلاح المدير الفني للفريق. كابتن ياسر منورنا في الحوار او الفاصل الثاني من الحلقه النهارده. نورنا كابتن خالد. ومعانا كابتن صلاح بهجت مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. كابتن صلاح منورنا. منورنا كابتن خالد الله يخليك. ومعانا كابتن محمد بعلوشه اخصائي علاج الطبيعي لفريق الكره اليد سيدات بالنادي الاهلي وجهاز كره اليد سيدات بالنادي الاهلي. كابتن محمد منورنا. كابتن خالد شكرا حبيب. مبروك. يديك الصحه رب. شكرا. خلينا نروح لنجماتنا اللي حققوا الانجاز، اللي هم تعبوا اللي يعني العرق بتاعهم هو اللي جاب البطولات السنه دي للنادي. خلينا نرحب بيهم من اول كده كابتن امنيه خالد. بنرحب، لا ده كده كابتن دعاء حلمي، الف مبروك ومنورانا. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. كابتن امنيه خالد مبروك. الله يبارك في حضرتك. كابتن منى خالد مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. كابتن ساره الخولي منورانا.
ضهورك. لسه كلام كتير بيني وبينك صح؟ انت عارفه هنقعد نتكلم. ومعانا نجمه الفريق كابتن ساره حسام منورانا. ومعانا اصغر لعيبه في الفريق كابتن فريده الشرقاوي منورانا. ميرسي يا كابتن بنور حضرتك. قولي لي اربع بطولات سنين هبدا معاكي بقى خلاص، انا لازم اجي هنا هبدا معاكي، ايه المشكله يعني؟ روحت لعبتي هاند بول عشان ماما كابتن حسناء هي اللي كانت بتلعب هاند بول، ولا روحتي لعبتي هاند بول ليه؟ بصراحه انا وانا من صغري من وانا صغيره يعني شفت ماما وهي بتلعب، بعدين لما كبرت شويه فهمت اللعبه، و بلس كمان خالتي فهمتني اكتر، هي هما الاثنين كانوا بيلعبوا طبعا، وبس فحبيت اللعبه عشانهم، وابتدى الموضوع يتطور اكتر يبقى هدف، مش بس انه عشان انا بحب اللعبه ومش بس عشان ماما وخالتي. يعني بتحبي لعبه الهاندبول؟ اه طبعا. طب اديني بقى المايك لدعاء اول حاجه. هيتمشى كتير المايك لغايه ما يوصل دعاء عادي يعني مفيش مشكله. دعاء باك رايت النادي الاهلي واحرازك يعني ما شاء الله عليكي من بره 9 متر ايد بتشوط جوه الجون. قولي لي اصعب ماتش السنه دي كان عندك في السيزون ايه؟ اصعب ماتش، هو كل ماتش بيبقى ليه ظروفه وكل ماتش بيبقى ليه طريقه لعبه. يمكن اصعب ماتش كان ماتش سبورتنج فاينل السوبر. الماتش كان رايح جاي، احنا نعلى شويه فرق اتنين، سبورتنج جبنا سبورتنج يعلى، فضلنا ماشيين مع بعض كده الماتش رايح جاي ما بيننا. الماتش خلص في اخر ثانيه يعتبر، فده كان اصعب ماتش لينا يعني. جون الفوز بتاعك انت ولا كان بتاع مين؟ كان جون الفوز تسقيطه للفيرود بنالتي يعني من ايدك. بنالتي وجبناه الحمد لله. امنيه ولا موني؟ يعني هنا بقى ممكن تبقى امنيه. امنيه هنا. موني طلع ازاي؟ وانا صغيره يعني بيبي. هو خلاص طلع ولزق يعني معاكي، وانا مش عارفه اغيره يعني. كبرت بقى حاولت اغيره بس خلاص. عايز اغيره لي مع ان موني ده كل الناس تقول لك موني مفيش امنيه. لا خالص، ده انا اول واحد اقول لك امنيه. لا بس مثلا في الجامعه يقول لي امنيه، ما اعرفش موني دي خالص. بس هنا هاندبول كل الناس موني موني. دكتور اسنان ورياضه ازاي شغالين مع بعض؟ لا عادي بجد فعلا فعلا مش كلام، بس هو يعني لو انت عايز حاجه هتعملها. وانا فعلا عمري ما حسيت ان الهاندبول جاي على الدراسه، ممكن يكون الدراسه جايه على الهاندبول بس مش العكس. يعني انا الحمد لله جريدز بتاعتي كويسه، انا زي اصحابي اللي في الجامعه والحمد لله شاطره وكل حاجه. بس ممكن مثلا تيجي على التمرين ان هو ابقى مثلا راجع على التمرين تعبانه، مش قادره اتمرن، تركيز طبعا بيقل. فده اللي انا دايما بحسه، ان هي ممكن تكون الدراسه جايه على هاندبول بس مش العكس. حاجه غريبه شويه بس. بص خلينا بقى نتكلم بصراحه. خلاص احنا بره كده في الهواء مفيش مشكله. دكتور اسنان وجول كيبر مش راكبين معايا، مش راكبين، بيقول لك الاجوان مجانين. عايزك تردي مع بعضينا انا وانت، انا برضو جول مفيش مشكله خلاص. لا والله يعني انا الجامعه هدتني كتير بس انا كنت مجنونه. والله لا اتهديت فعلا. لعبتي هاندبول عشان خاطر منى كانت بتلعب هاندبول ولا لعبتي هاندبول؟ لا احنا داخلين مع بعض. داخلين مع بعض. داخلين مع بعض. طب منى بقى، منى ايه جول كيبر مجانين ولا هاتي يعني الاخر بقى هتقعدي تبصي لها عشان اختك؟ لا قولي. لا هو اصلا يعني سبب موني دخلت الهاندبول هي ما كانتش بتحب الجري. لا ان هي بقت جون ان هي ما بتحبش الجري. يعني انا طول عمري بحب الجري قوي، وهي ايه ده تقفي جون؟ هفضل واقفه اوكي انا هفضل جون. يعني هو ده يعني هي راحت جول كيبر عشان ما تجريش. طب قولي قولي لي بقى بصراحه، يعني في البيت لما بتروح من تدريب جبل ولا تدريب لياقه ولا بتقول لك ايه بجد؟ لا هي ما بتكلمش حد في البيت خلاص كده. يعني خلاص كده احنا ما ينفعش نقدر نكلموني دلوقتي عشان هي تعبانه قوي، ما ينفعش نقدر نكلمها خالص فعلا. بجد؟ طب قولي لي ايه اغلى بطوله سعيدة عليكي؟ دي سوبر. اشمعنى؟ علشان اولا احنا كانت اخر مره سوبر دي اتلغت السنه اللي فاتت وكانت ملغيه بعدين، بس هي لما احنا خسرناها قبل كده، فان احنا نرجعها وان هي تفضل عندنا دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لنا. وبعدين كنا حمل السيزون كله كان متعب قوي، فان احنا ما كناش قادرين، فان احنا نتشالنج نفسنا ان احنا لا احنا هنجيبها وهنعمل. وكانت الماتشات صعبه قوي وكنا بنبقى فعلا عندنا دروبس مش مفهومه ليه. بس ان احنا بقى نقعد نتحدى نفسنا ونعدي كل ده كانت حاجه يعني كبيره قوي. والماتش الاخير ده بالنسبه لي كان يعني احلى ماتش في السيزون، عشان مش عشان اي حاجه قد ما كانت روحنا كانت بجد هي اللي في الملعب. يعني هي دي هي دي روح النادي الاهلي طبعا. صح؟ الحمد لله. قولي لي بتتكلموا تقولوا ايه مع بعض جوه الاوض؟ لان انا كنت لعيب وعارف فوق الاوض بنقعد نتكلم، وانت بقى كنت النهارده طلعت عينينا، وانت نفختنا النهارده، وانت بتظبطنا صح؟ بره المدرب خالص. لا مين بقى اللي بيظبطكم في القصه دي؟ احكي لي. احنا ما شاء الله بنعمل كده مع بعض عادي، اللي هو مثلا احنا انت كنت وحشه قوي النهارده. ما انا عارفه يعني احنا مش بنزعل من بعض، احنا يعني
لا بنقول الحقيقه لبعض عشان احنا افضل اقول لك لا عادي وايه يعني ده مش هيخليها تبقى احسن لبعدين وعادي في مركز بعض يعني ما عندناش حته اللي هو دي غيره لان هقول لك انت كويسه قوي علشان ما يبقاش شكلي ان انا مثلا مش عايزاها تبقى احسن مني او حاجه فاحنا لا بصراحه كانت روحنا مع بعض عادي احنا بنقول لبعض كل حاجه بمنتهى الصراحه عشان احنا عايزين نبقى احسن عايز ساره حسام مش الخولي لا 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 سيبيها دي سيبي ساره دي سيبيها لي دي للاخر خالص اولا الف مليون مبروك يا ساره الله يبارك في حضرتك ولا بطولات ولا اروع ولا احلى من كده والناس دايما بتتوسم فرق كره اليد سيدات ان هم دايما على قدر الحدث والمسؤوليه قولي لي السنه دي الروح اللي انا شايفها حواليك ودي ده روح المكسب لكن اكيد في صعوبات واجهتكم السنه دي في السيزون بانك انت حد من نجوم الفريق فقولي لي ايه الصعوبات اللي واجهت الفرقه السنه دي هو الصعوبات اللي كانت موجوده ان كانت في اصابات كتيره في الموسم في بدايه الموسم واستمرت الاصابات دي معانا لحد نهايه الموسم يعني كان معانا نصرة ومعانا يارا والناس اتصابت فعلا طول الموسم بس احنا يعني الناس كلها اللي كانت بتنزل في الملعب سواء كبير او صغير اللي هو الروح اللي هو الموجوده اللي هو لا احنا عايزين نكسب ما الاهلي يعني احنا عايزين اللي هو الاربع بطولات نتوج بيها ما ينفعش ان هو نسيب بطوله تقع مننا احنا يعني اللي كان جوه الملعب زي بره الملعب فكان الموضوع بالنسبه لنا اللي هو لا احنا يعني طب عايزك تخرجك من البطولات وكده عايز كواليس عايز ايه اللي بيحصل يعني فاهم انا خلي بالك اللي جنبك دي عارف ان هي كارثه صح عامله مشاكل كتير انا جاي لك انا جاي لك لا لا كله خلي بالك ظبطني عليك يا ساره قالوا لي بيعمل بصي كل حاجه فعايز اعرف منك يا ساره قولي لي بقى مين الصغيرين اللي هم يعني لا هم الصغيرين بالنسبه لنا في الملعب اللي هو يعني اللي بره الملعب ساره اللي عايز بره الملعب عايز جوه الملعب مش بتكلم على جوه الملعب كسبته وبطولات وبس الصغيرين والله احنا كلنا بره الملعب صغيرين يعني احنا بنطلع بره الملعب ما يبقى حاجه تانية خالص اديني مواقف يعني بس يعني اديك مواقف يعني لازم طب انقل التليفون انقل التليفون انقل المايك لساره منورانا ده نور حضرتك منورانا تقولي ايه على الانجاز اللي حققته السنه دي احنا الحمد لله السنه دي كان اهم هدف لينا ان احنا نحقق الاربع بطولات بتوعنا كنتوا عارفين الكلام ده من اول السيزون يا ساره يعني كل ده متفقين عليه قبل ما تبداوا السيزون الاربع بطولات طبعا احنا اصلا بنبدا السيزون على الاساس ده ان احنا السيزون ده هم ثلاث بطولات او هم اربع بطولات لان السنه اللي فاتت كانوا ثلاثه بس فكنا احنا بادئين في دماغنا ان هم اربع بطولات واهمهم كانت بطوله السوبر بالنسبه لنا لان احنا خسرناها قبل كده فاحنا كنا عايزين ان احنا كاننا بنرد بيها شكلنا تاني بعد ما راحت مننا و بس يعني لعبتي عند بولي اي خدمه انا جايب على فكره حضرتك عارف اجابه السؤال ده قولي لي انا لعبت هاند بول انا ومامي واحنا صغيرين كانت عايزه تلعبنا رياضه ها خاله هو اللي قال لها العب يوم هاند بول عشان هو كان بيلعب هاند بول بس فقام راح العب هاند بول ايوه ولما لعبتي هاند بول حسيت ان هي دي اللعبه المناسبه ليكي فعلا طب هتديني كواليس ولا هتقعدي ساكته زي ساره بس عشان ابقى عارف ها عادي هنا شويه واجيلك ولا لا مش هديك كواليس مش هتديني كواليس انا هجيب الكواليس دلوقتي حالا خلينا مع كابتن بعلوشه كابتن بعلوشه السنه دي سيزون يعني طويل شويه خلينا كابتن ياسر قالها حوالي 48 مباراه مظبوط كده كابتن ياسر واكيد الاصابات دي كانت في عامل وقبل التدريب بقى وتسخين وتقول لك انا تعبانه واصلي لعيب وعارف قول لي بتواجه ده ازاي مع الفرقه هو طبعا بداية بشكر كابتن ياسر على المجهود الرائع اللي عامله مع الفرقه وبرضه بشكر جميع اللاعبات على تحملهم طول الموسم لمجهود بدني عالي جدا بشكل مش طبيعي لدرجه ان ساعات ممكن حضرتك تبقى الفرقه بعد التمرين كله جاي كابتن بعلوشه كتفي وكلهم تقريبا بيشتكوا من شكوى معينه فطبعا كابتن ياسر من النوع اللي لما تسمع ان لعيبه عنده في مشكله لا بيعمل ايه ممنوع بيعمل ايه ممنوع يعني ايه ممنوع مفيش حاجه اسمها لعيبه مصابه مفيش حاجه اسمها لعيبه مجهده مفيش الكلام ده ما عندوش الكلام ده لا خالص هو بيقولك كده بعلوش بيقول لك ايه بصراحه لا بقول لك كده كابتن لا 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 كابتن بعلوش هتنزل هتلعب قول له ماشي هتلعب بس يعني اديها بس فرصه 24 ساعه وهتنزل يقول لي 24 ساعه قول له ان شاء الله 24 ساعه وفعلا بنعمل على قد ما نستطيع يعني ان اللاعبه تكون في اسرع وقت ممكن موجوده في الملعب بس ازاي تنزل وهي مصابه يعني ازاي عايزه تنزل ازاي وهي مصابه لا يعني واحده تريح ايا كان
ما كابتن انا بنقف ده كله بيضحك خلي بالك الناحيه الثانيه ده كلهم بيضحكوا طب انا بقف في صف واحد بقول تعبان يقول لي لا مصاب يقول لي لا طب خلاص اعمل ايه ثواني بس ثواني ثواني ساره ادي ساره ادي ساره حسام ادي ساره حسام المايك معاك المايك اه جاي لك طبعا ايه رايك في الكلام ده حسن يا ساره لا انا عايز صوت يا ساره بلاحظها يا ساره حسن يا ساره هو بيقول بيقول ان في ديمقراطيه اللي تعبان يتفضل عنده ديمقراطيه في الموضوع ده اللي تعباني يتفضل وكده وكلنا عشان احنا كلنا بس عايزين نتمرن فكلنا بننزل التمرين ساره انا متوسم في الكبار هيتكلم هو مسيطر على الفرقه كده قوي طب ادي بقول لك ايه ادي فريده المايك لفريده ها فريده عندك مشكله يا فريده لا عنديش اي مشاكل ليه طب طب هاتي منا يعني طب هروح لمنا ادي ادي لمنا المايك انا وراكم لغايه ما تتكلموا دي كلكم قولي لي لا هو اكيد في حد صندوق اسود هيقول كل حاجه يا جماعه ما ينفعش بقى يعني برضه لحد يطلع كلمتين لا هو هو الكابتن يعني حتى واحنا تعبانين هو عايز تفضل تضغط على نفسك لغايه لما تجيب اخرك بعدين ان شاء الله لما تموت بقى خالص بقول لك يا منى هتيجي شكل كابتن ياسر وهو بيتكلم بقى واشتغلي واتمرني بيعمل ايه؟ يعني قولي خلاص احنا السيزون خلص اهو قال لك قولي قولي يعني مثلا نبقى تعبانين قوي وفي وسط التمرين كابتن معلش انا هروح لا كملي طب معلش حضرتك بس انا تعبانه قوي هروح بس للدكتور لا كملي طب يا كابتن زي ما انت عايز نروح الطبيب خلاص احنا مش قادرين ونفضل نقعد نقول لبعض هو انت قادره؟ ميته قادره؟ ميته طيب خلاص عادي ونتمرن خلاص تعبانين قوي بس مش قادرين نقول ان احنا تعبانين نخلص بقى تمرين نروح كابتن معلوشه احنا مش قادرين نقف على رجلينا ويا حرام بقى كابتن معلوشه يقعد يعمل جلسات طول الليل بس يعني موني الجول كيبر المفروض الجري والاداء بتاعه كتير صح؟ بتجري قولي لي قولي لي انا عارف ما انا عارف ما هي قالت الجري قولي لي بتجري منهم ازاي؟ انا كنت عارف بعمل ايه؟ بقول لك بصراحه قولي لي انت بتعملي ايه؟ طب والله انا ممكن اقول حاجه يعني هو في الفتنس انا بجري بس ايه تسخين كل يوم انا بحس ان هو يعني خلاص يا جماعه يعني سخننا وخلصنا كل يوم بيجي يسخن كل يوم بنيجي نسخن ربع ساعه طب انا بزهق يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اه والله بجد يعني طب قولي عدي الوقت ازاي يعني فهميني الشعور بتقول راح الدكتور راح انزل لا والله بجريهم بس هو الكابتن بس بيتشل مني شويه يعني بيقعد يقول لي اجري وانا ببص له وكابتن صلاح يا حبيبي برده يعني تعبان معايا قوي في الموضوع برضو. كابتن صلاح بالمناسبه الجول كيبر اكيد ليه تدريبات خاصه طبعا. وتدريبات اكيد يعني عندك فارق مستويات اكيد وعندك كل واحده عندها زاويه مختلفه التوليفه بتعملها ازاي معاها انا ببقى محدد بس بدايه الموسم فتره بتاعتنا ازاي اشتغل بدني معاهم ازاي بدنيه توافق كل ده معاهم باجي بخش على الماتشات مثلا عيب مثلا مونيك في حته الفنيه كذا بشتغل معاها كتير غاده هند ايه ببقى في تمرينه مثلا للخط الامامي بشتغل خط امامي بس تمرين الخط الخلفي بقول له شغال خط خلفي اجنحه كل ده ببقى مظبطه مين بيختار الجول كيبر اللي بينزل جوه ارض الملعب انت ولا ياسر كابتن ياسر ليك راي فيها بصراحه ممكن تقول له خد النهارده موني نزل غاده نزل ايه بتحصل. نزل اي واحده فيهم بتحصل وهو وانتوا رايكم جوه الاوض المغلقه اكيد بتحصل بتحصل هو بينزل ساعات بيجي يقول لي انت عايز تبدا بمين بقول له مثلا بموني اجي التسخينه بتاعه الماتش يقول لك لا نزل غاده لا ده التسخين بتاع الماتش بتفرق يا كابتن معود يعني انت حضرتك تيجي تسخين تبقى مركز قوي في التسخين بالذات في الشوط او اللعيبه بتشوط عليها بتلاقي الجون معاك عمال يعلى يعلى اللي انت مختاره تحس اللي هو ايه مريح مريح وهو باصص لي كده اقول له انت صح فتدخل ندخل الشوط الثاني يبدا اذا كان بيقول لي منى اطلعي تقول لها تعبانه اطلع الدكتور اتمرني اتمرني لا ما عندكش نفس الكلام اكيد بيقول لك برضه نفس الكلام كده كابتن لا ما فيش عادي كلنا مع بعض يعني والله يا كابتن انا وكابتن ياسر واحنا بنختار ايه عايز مين كذا هو ساعات بيجي طب ساعات ممكن نكون بنختار جول يجي في التسخينه بيجي له انك بتاعت الماتش هم باصين لبعض كده طب هنعمل ايه نصيبه اللي هو كان هيبدا هيبدا الماتش خلاص فحصل له الاصابه دي خدش التاني بقى اللي هو كان عايزه بقى كابتن ياسر انت ديمقراطي ولا ديكتاتور جوه ارض الملعب بصراحه بصراحه اضحك على ايه كله بيضحك خلي بالك كل اللي هو بيضحك قول لي هو بص حضرتك يعني انا ما عنديش الديمقراطي ديمقراطي انا نهار ابيض ده كلهم ضحك بس سيبنا نروح علاج بقى في حاجه بقى كابتن خالد بقى في حاجه بقى مهمه قوي كابتن خالد لاحظ انا وكابتن سمير بنبقى قاعدين في اخر البنش اللي قاعد جنب اول البنج ده بقى طيب في الحته دي ربنا بقى ما يوريه قول لي ممكن بقى تلاقي بوكس
اللي قاعد جنبه اللي قاعد وراه قريب مني بص الكوره بتخش في الجون هكلم الجون ولا اكلمه لا تكلمه هو طيب ما عشان كده ببقى انا هتكلم لسه انا مره خدت بوكس والله صدري انا حسيت مش قادر اتنفس بعد عملت حساب بعد كده بقيت اقعد في اخر البنش رحت تمشي بعد او كل متوشه بقعد على طول في الاخر ما احبش اقعد في الاخر اللي قريب منه ده ولا هو اللي كابتن دعاء قولي لي في عز الاوقات اللي هي بيكون فيها دقيقه دايما الكابتن ياسر بيكون مختلف لازم تقولي لي بيكون شكله ازاي لا كابتن ياسر بيبقى مريح جدا في الماتشات اللي هو بيبقى ماتش رايح جاي وماتش متوتر اساسي لا 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 بجد هو فعلا يبقى ماتش رايح جاي وماتش سخن جدا واحنا نفسنا جوه الماتش متوترين اللي هو مثلا ناقص دقيقتين واحنا لسه تعادل او ناقص 10 دقايق وفرق واحد للفرقه اللي قدامنا الكابتن لا بيعرف ازاي يحتوينا ازاي بهدوء بكل حاجه هتيجي الدنيا لسه ما راحتش فده اللي بيدينا ثقه وبيدينا دفع ان لا الماتش في الملعب والماتش هنجيبه ان احنا بنبقى شايفين الكابتن مطمن والكابتن هادي عارف ازاي يتكلم معانا ازاي يدينا تعليمات بالراحه كل حاجه هتيجي هندافع كذا هنهاجم كذا الماتش هيخلص هنكسب فدي حاجه بتفرق معانا جدا في الماتشات يعني لو فعلا يعرف يدير الماتش وما ينقلناش توتر خالص يعني فعلا ده حقيقه تدريبات حراس المرمى يا موني دي بقى ادي الموني على طول المايك تدريبات حراس المرمى تدريبات عنيفه يعني لا ايه يعني بص يا ما تعتبرش عنيفه يعني انا لا ليه خالص انا مش بحسها كده انا بجد يعني بتبسط لما بتمرن تمرينات الجوان ببقى مستنياها فعلا لكن التدريب مع الفرقه هو اللي بيبقى عندك فيه لا ما تسخين وجري وكده مش انا بجد مش بتاعتي هو الرياضه من غير جري هتنفع يعني يعني مثلا احب اروح الجيم لكن جري لا يعني انا جري مش بحس ان انا يعني مش عارفه بس انا مش بحس ان هو بيفرق معايا في مستوايا فهو الكابتن بيبقى حاسس ان هو هيفرق في مستوايا بس انا مش حاسه قوي فبحس ان لا بقول لك يا موني هو اربع بطولات في السيزون وفي بطوله اكيد نفسك في حياتك تروحي تلعبي فيها ايه البطوله اللي نفسك تلعبي فيها يعني افريقيا يعني اشمعنى افريقيا علشان لا هو كده احنا لعبنا كاس عالم وجو مختلف تماما يعني احنا الحمد لله ان الجيل المحظوظ اللي لعبنا كاس عالم في حياتنا جو مختلف تماما هنبول مختلف تماما يعني جو البطوله دي لا فعلا لا لو هلعب تاني لا نلعب كاس عالم صح يعني رايك ان البنت المصريه في كره اليد تقدر توصل لمستوى عالي بعد فترات من التاقلم الافريقي والتاقلم العالمي طبعا لا احنا فعلا عندنا يعني احنا لو اي حد فينا عنده امكانيات ان فعلا توصله ان هو يبقى لعيب كويس قوي ولعيب دولي بس احنا بس ناقصنا يعني احتكاك شويه امكانيات زياده وقت ندي وقتنا اكتر الهاندبول الحاجات دي طبعا بتفرق قوي عننا عن بره لكن احنا كامكانيات لا عندنا امكانيات كويسه قوي هنتكلم على الموضوع ده بس خلينا نخرج ليه تقرير عن مشاركه الاهلي في البطولات الافريقيه وترجعوا لنا مره ثانيه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بقيادة ياسر صلاح المدير الفني نجح في رسم البسمة على شفاه عشاق ومتابعي القلعة الحمراء بعدما نجح الفريق في فرض سيطرته على كرة اليد النسائية على الصعيد المحلي وذلك بجدارة واقتدار هو ما يتضح بالفوز بكل البطولات في النشاط المحلي خلال العام الجاري الفريق قدم موسما عظيما على صعيد الأرقام بتتويجه بأربع بطولات وهي كل البطولات المحلية بداية من بطولة منطقة القاهرة مرورا ببطولة دوري العمومي الذي شارك به 14 فريقا مع الأهلي وصولا لكأس مصر وهي بطولة المفاجآت وختاما مع أقوى بطولات الموسم وهي بطولة دوري السوبر التي يشارك بها أفضل 6 أندية في الدوري العمومي بدأ المارد الأحمر مشواره بالفوز على المعادي بنتيجة 31-28 قبل أن يكتسح سموحة بنتيجة 36-20 ثم الفوز السهل على الطيران بنتيجة 29-19 وانتزاع الفوز من نادي سبورتينج بنتيجة 20-19 في لقاء قوي قبل أن يفوز على الشمس بنتيجة 28-24 في لقاء التتويج لكن الجماهير الحمراء تمني النفس بمنافسة فريقها على المستويين العربي والإفريقي
تعلم جماهير القلعة الحمراء صعوبة المنافسة على المستوى القاري تحديدا لما تمتلكه الأندية الأنجولية من فرق قادرة على حصد تلك الألقاب، لكنهم ينادون بضرورة المشاركة لاكتساب الخبرات وضرورة وجود احتكاك قوي في ظل تفوق ناشئات وشابات مصر على نظرائهن من أنجولا، وذلك في البطولات الإفريقية والعالمية. ولكن تتوقف هذه الإنجازات على مستوى الناشئات فقط. الأهلي يمتلك فريقا جيدا يقدر على التطوير والمنافسة، كما أن لوائح الاتحاد الإفريقي أو العربي تمنح الفرق المشاركة في استقطاب محترفات، وهو ما قد يلجأ إليه الأهلي في تلكم البطولات. اهلا بيكم بعد التقرير اللي شفناه عن مشاركه سيدات الاهلي في البطولات الافريقيه، واكيد هم عايزين عندهم كلام كتير عايزين يقولوه عن مشاركتهم في البطولات الافريقيه عشان يقدروا يحققوا. الفرقه لما بتشترك في بطولات اكيد بتكتسب خبرات كبيره، بس خلينا ده رايي، لكن خلينا نسمع رايهم عن مشاركتهم في البطولات الافريقيه في المرحله اللي جايه، لان كلهم تقريبا بيتكلموا في هذا السياق. خلينا نروح لكابتن منى، تقولي ايه عن مشاركه الاهلي في البطولات الافريقيه او مشاركه سيدات الاهلي في البطولات الافريقيه؟ ايه اللي انت عايزاه؟ ايه اللي انت شايفاه؟ مستوى بعيد، مستوى قريب؟ لا، هو المستوى مش بعيد، يعني لو احنا فضلنا فعلا نواظب على ان احنا كل شويه نخش افريقيا وتبقى التوقعات يعني واحده احنا هنخش تبقى مشاركه هيبقى في احتكاك مع الوقت، لا المستوى مش بعيد. احنا كذا مره نخش بطولات او عادي يبقى الفرق الماتش في الملعب، يعني هم فعلا اقوى مننا جسمانيا، عندهم احتكاك اعلى مننا بكتير، بيروحوا ماتشات دوليه كتير، بس احنا يعني احنا لا، احنا عندنا هاندبول، احنا عندنا مهارات، فاحنا لا احنا لسه يعني ينفع قوي قوي نخش. وانا بعتبر نفسنا يعني احنا مش من الجيل اللي هم زي 96 98 اللي راحوا منتخبات، احنا رحنا منتخب اللي هو كانوا الكبار وبعدين قاموا لغوه، فاحنا نعتبر من الجيل المحظوظين قوي ان احنا بنلعب في النادي الاهلي، انه ده عوض لنا حته ان احنا ما سافرناش مع المنتخب ماتشات دوليه زي ما اي حلم رياضي ان هو نفسه يبقى فيه. ففكره ان انا بلعب في النادي الاهلي هو ده اللي خلى عندي استمراريه ان انا لا انا لسه عندي فرصه اسافر افريقيا، انا ممكن لو كسبنا افريقيا هنروح كاس عالم انديه، يعني لا لسه الامل موجود، مش زي بقيه النوادي الثانيه اللي هو خلاص مفيش منتخب، يعني انا كده اقعد في البيت بقى. دايما بيقولوا ان الفارق بين فرقه الاهلي سيدات والفرق الثانيه واسع جدا، بعيد مستوى فني، الكلام ده صح ولا الفرقه السنه دي اختلفت 16 فرقه في الدوري؟ شايفه الدوري السنه دي ازاي؟ هو كهاندبول هم لا هم يعني في منهم فرق كتير قوي تحترم، كلهم صراحه يحترموا، كلهم بيعملوا مجهود، بس احنا اللي ميزنا عن بقيه الفرق الثانيه اولا احنا عندنا نظام مش عند اي فرقه ثانيه، احنا فعلا دي حاجه بتفرق جامد قوي. ان احنا في الملعب احنا عارفين احنا عايزين ايه، فكره الفوز مش عند اي حد تاني، يعني في فرق تانية قويه وبيلعبوا هاند بول كويس قوي وممكن يبقى عندهم فرصه ان هم يكسبوا، بس هم ما عندهمش ثقافه المكسب اللي احنا متربيين عليها. ان احنا لا احنا جايين مش جايين نهزر، احنا جايين الملعب، احنا عندنا ماتش احنا هنكسبه ان شاء الله يعني كده كده، فده بيفرق قوي عننا عن بقيه الفرق الثانيه. لكن هم كهاندبول هم كويسين بس احنا بنتعب قوي. احنا الهاندبول والتمرين عندنا حاجه زي التعليم، زي المدرسه، زي الجامعه، يعني انا ما عنديش الفكره اللي هو لا خلاص مش هروح التمرين النهارده اصلي تعبانه. احنا كلنا بنبقى تعبانين قوي، بس انا هاجي التمرين وانا هتمرن وهبقى كويسه وهعمل احسن ما عندي. فهو ده الفرق ده الفرق الكبير. ساره بكلمك بصراحه، انا شايف ان في بنات محترفين في الباسكت من بنات النادي الاهلي بره، ليه مش شايفين ده في الهاندبول؟ غير اتنين عندنا اتنين بس لاعبات محترفات بره مصر، ليه ما عندناش ثقافه الخروج للعالميه ولعب البنات عندنا بره مصر بصراحه؟ هو اول حاجه طبعا موقفين عن الموضوع ده ان ما فيش منتخبات، يعني فالموضوع مش يعني فرقتنا عموما او فرقه الهاندبول سيدات ما بقتش منتشره زي زمان، اللي هو احنا بنشارك في البطولات كلها فالناس بتتفرج، كل المديرين الفنيين بيبقوا قاعدين بيتفرجوا، ياخدوا دي ياخدوا دي. فده اول حاجه طبعا. تاني حاجه ان بدات بنات كتير من اجيال كتيره يعني ان هي تبطل، لان ما بقاش في هدف صريح للعبه،
احنا بقينا بنلعب ان احنا ان شاء الله ان شاء الله ناخد افريقيا، ناخد عربيه، بطوله عربيه تبع النادي. وبرده ده مش هيجي في يوم وليله. الموضوع محتاج مشاركه كتير، الموضوع محتاج احتكاك كتير، الموضوع محتاج ان انا داخل اشارك، انا عارفه انا فين وسط الفرقه دي، يعني انا كفين في البطولات العربيه. لا انا ممكن دلوقتي لو شاركت في بطوله عربيه انا ممكن اكسبها واكسبها يعني ان شاء الله نكسبها مرتاح، لكن بطوله افريقيه هحاول ان انا ابدا ادخل مربع. تاني احتكاك ممكن احاول ان انا هلعب على ميدالية، تالت احتكاك ليه ما اخدش البطولة؟ لو هرجع بقى الاثنين المحترفين يلعبوا معانا تاني في البطولات الافريقية دي ليه ما اخدهاش بعد كده؟ بس يعني انت شايف وجهة نظرك البنت المصرية وسيدات النادي الاهلي يقدروا ينافسوا في المرحلة الجاية على البطولة الافريقية؟ لو كنا مدعمين باثنين محترفين. طبعا لا نقدر ننافس، خصوصا لان كل نتائجنا في الماتشات بتاعت البطولات الافريقية كلها طلع فرق واحد، فرق اثنين، فرق ثلاثة، فده مش الفرق اللي احنا نقول على نفسنا ان احنا بعاد. وفي نفس الوقت كل لعيبات الفرق التانية دي ليهم منتخباتهم وبيلعبوا وبيحتكوا احتكاك كبير جدا احنا ما احتكناهوش. فمعنى ان احنا بنطلع معاهم الفرق واحد وفرق اثنين والكلام ده، لا، ان احنا جيل كويس جدا، جيل ناقصه دعم بس. سارة، اكيد الناس دايما وهي بتتكلم على البنات ومنتخبات بيقولوا انجولا راحت فين؟ لا، سارة بقى حسين، سارة حسين، ما انا في فرق كويس، اكيد بيقولوا كده، يقول لك الموضوع بعيد شويه قريب شويه. ليه دايما بص على انجولا مع ان الفرق الافريقيه كلها بتشارك والمشاركه اعتقد انتوا كسبتوا تقدروا تكسبوا الفرق الصغيره شويه؟ هي انجولا يا فعلا هو الفرق ان هم يعني كمنتخب هم على طول بيحترفوا بره، الموضوع الاحتراف عندهم ان هم زي فرق الكوره عندنا، يعني ان هم مهتمين بيهم، بيجيبوا لهم مدربين كويسين، بيسفروهم، بيعملوا معسكرات، بيسافروا يشتركوا بره مع منتخبات. لكن احنا اوريدي احنا ما عندناش الكلام ده هنا، يعني حتى النادي عندنا ما بنعرفش نسافر بره نحتك بناس او نلعب حتى البطولات العربيه او البطولات الافريقيه. يعني هي دي الفكره، ان هو الجاب البعيد اللي ما بيننا وما بين انجولا هو ده السبب، ان هم على طول بيشتركوا احنا مش بنشترك. يعني حتى لو السنغال، فريق السنغال اخذت تاني افريقيا على المنتخبات بالمشاركه، يعني هي مش مره واحده طلعت اخذت، ما يعني كانت بتنافس مع انجولا. شايفه ان كثره المشاركه هتجيب نتيجه معاك؟ كثره طبعا، يبقى عندك خبره، يبقى عندك لعيبه اوريدي كسبت الخبره انها تبقى في الملعب، انها تعرف يبقى التصرف في الملعب، تعرف امتى تمسك ملعب، امتى تهدي ملعب، امتى تعرف، يعني الكلام ده طبعا يفرق من المشاركات. لكن احنا طول ما احنا بنلعب محلي بس ده هيفرق معانا كتير طبعا. طب خلينا بالموضوع ده، وبابريك الف مبروك على خطوبتك من كابتن عمرو ممدوح. ربنا يخليك. الله يكرمك. بعد الجواز ان شاء الله، انت تتجوزي امتى؟ يعني لسه بنشوف، بس يعني احتمال ان شاء الله على الصيف الجاي. مضايق في حاجه مثلا؟ يعني على الهوا احنا مفيش مشكله، يعني لو مضايق في حاجه برضه ممكن نتكلم انا وانت. هو حبيبي بس مفيش مشكله. يعني قولي لي كابتن عمرو، متفاهم انت بعد الجواز تكملي هاندبول؟ جدا يعني في الاول مثلا كنت بقول مثلا ممكن بعد ما اتجوز ابطل، بحيث ان احنا ما عندناش منتخب وكده واللي هو ما فيش حاجه. فهو لا طبعا كان بيقول لي لا، وتكملي كمان موسم او اتنين، ايه اللي منعك ان انت تلعبي؟ ما فيش، لا طبعا وتكملي وما فيش حاجه يعني. فهو لا، هو بصراحه اللي هو السبورت. بقول لك يا ساره، لا صدقني الكلام ده قبل الجواز، اسمعي كلامي، اول ما هتتجوزي هركنك هيقعدك تقعدي في البيت، اسمعي كلام، انا مفيش مشكله خالص. خلي فريده قولي يا فريده، انت اصغر من اصغر اللاعبات الموجودين، قولي التعامل مع كباتن كبار ونجوم كبار بالشكل ده بيتعاملوا معاكي ازاي؟ لا، هو اول حاجه بس ان انا ببقى فخوره ان انا في وسطهم، لما بيجي لما يجي تمرين او كده باجي انا بكون مبسوطه، بكون عايزه اجي معاهم. معاملتهم ازاي ليا؟ لا، بيشجعوني جدا. مثلا لو ما جبتش كوره ولا حاجه، المره الجايه هتجيبيها يلا. لا، معاملتهم حلوه جدا. احنا كده على الهوا. لا والله، ضيع كوره في الماتش كله بيزعل. انا بقول لك يا فريده، قولي لي. لا والله بجد، هو كل حد فينا ليه دور، ف يعني كان دوري معاهم ان انا بس كنت بشارك بنسبه صغيره خالص بحكم طبعا ثانويه عامه. اكيد. بتوفقي بين الاثنين ازاي؟ بين الدراسه وبين هي زي ما قالت موني كده، الموضوع سهل خالص، بس الدراسه هي اللي ممكن تاثر على التمرين. يعني مثلا درس بيطول، حاجات كده يعني، فتخليني مش عارفه. يعني من الاخر، تفكسي الدراسه ولا تفكسي التدريب؟ دراسه 100 100. صح كده، كويس. كابتن ياسر، التعامل معاهم اكيد عندهم مشاكل بين الدراسه وبين الحياه التدريبيه، بتتعامل معاهم ازاي في الموضوع ده؟ الحمد لله بنتعامل مع المشاكل دي كتير.
قولي قولي مين مين كلهم. حد عايز يقول حاجه؟ لا سعودي بس كابتن ياسر. حد عايز يقول حاجه؟ ها منى عايزه تقولي حاجه. الدعاء ليه؟ الدعاء ايه؟ لا المفروض منى تتكلم بصراحه. تعالي اساسي كابتن فرقه اتفضلي يا منى قولي بقى. منى انت تخيل منى بتدرس في كليتين جامعتين تمام في سنه واحده. لا لا ثواني بقى كده، يعني ايه كليتين؟ منى قولي لي ايه كليتين دي؟ ها كان الموضوع صعب قوي، دخلت كليتين في نفس الوقت. ازاي؟ كنت الاول سياسه اقتصاد ما شاء الله جامعه القاهره، وبعدين دخلت جامعه امريكيه كمان وبلعب هاند بول. فطبعا الكابتن كان يعني كان اسئله براعي الموضوع ده براعي. لا لا قولي لي والله والله فعلا يعني عنده حق، كان يعني هيعمل ايه؟ الناس كلها بيبقى بياخدوا مثلا شهر واحد، ده لما سيزون بيقف. كابتن احنا عندنا امتحانات، انا من شهر 12 كابتن عندي امتحانات، فلو هي حرام برضو كان الموضوع صعب قوي. صعب جدا. قولي يا اسطى بجد بتتعامل معاهم ازاي؟ طبعا كل حاله ليها حسب الجامعه او حسب الدراسه، بنحاول نتمشى الموضوع وبنحاول نعرف نلاقي لها حلول. لكن الحمد لله كلهم بيحضروا التمرين، ويمكن تمرين انا معاده صعب شويه الساعه 4 ديت، وكانت عامله مشاكل كتير، بس الحمد لله الموضوع اتحل. واحنا ما نوقفش تمرين، احنا بنتمرن كل يوم. هو يوم واحد تقريبا اللي راحه بيبقى يوم جمعه. لا بيبقى يوم حد يوم حد تمام، حتى الجمعه بنجي. على اساس ان احنا نقدر بس يعني ايه معلش مش عارف يوم الجمعه اللي بيجي ده مش دايما كمان بيجي بصراحه. قال لك انا بجيب لك الاخر اهو. لا ما هو كابتن محمد معلوشه ممكن يجي من السبت من السبت للخميس تمام، يعني ممكن هو يجي الحد. الدكتوره رود بقى تيجي جمعه. تيجي جمعه يعني هي تيجي بدل الاجازه طبعا. الدكتوره رود ما كانتش مش معانا النهارده لظروف صحيه. الف سلام عليها. الله يسلم. لكن الامور بنعرف ازاي نمشيها كويس، بنعرف نراعي الامتحانات بتروح جامعته. بيبقى نتسامح في 10 دقائق في 5 دقائق، العيب عزه يعني صرخ. قولي بقول لك ايه، بتبص لك بصه والله العظيم اهو. بص والله العظيم فعلا انا مش بسمح بكده. دقائق لا امسكي بس المايك وكلميني. انا ما بصيتش. طب ايه ساره انت برضه عايزه تلعبي اساسي صح؟ عايزه تلعبي امينه وتلعبي اساسي صح؟ انا بقول لك يعني هو كلكم شغلكم عايزين تلعبوا الماتش الجاي. ساره لسه قدامنا كتير انا وانت ماشي يا ساره. والله هو فعلا يعني بيسمح بخمس دقائق 10 دقائق يعني 10 دي كده مجامله في الهواء صح؟ بصراحه تمام. ياسر لازم اكلمك سريعا على طموحك ايه في السنه الجايه؟ احنا اكيد السيزون انتهى واكيد في اداره نشاط رياضي موجوده وممكن يجدد المدير الفني وممكن يقول له شكرا أكيد. اكيد لكن احنا اكيد ده مش دورنا. لكن اكيد ايه طموحك السنه الجايه لو كملت باذن الله؟ طموحنا ان شاء الله البطولات المحليه كلها تاني، لو 4 بطولات ناخدهم. طموحنا المحافظه ازاي عليهم ياسر؟ صعب صعب صعب. هو ده ما هو ده ضريبه النادي الاهلي، يعني ضريبه النجوميه والشهره. دايما في التمرين بيبقى ليه كل سنه. انا بقالي معاهم 3 سنين، سنتين مدرب عام والسنه دي مدير فني. لازم كل سنه بتدخل حاجه جديده، بتغير اسلوبك خالص. وده اللي محير بعض الناس شويه، ان كل سنه بحال. حاجه تاني بحال. بحال. تمام. وكل حال بقى حسب ظروف التيم اللي معاك، لانه بيطلع اجيال تانيه 2000. فالموضوع بيبقى ايه رايك لو سالتك سؤال بقى هقطع عليك كمان، ايه رايك بقى سالتك سؤال، هتغير حد السنه الجايه من الفرقه؟ الفرقه كلها يعني انا بسالك سؤال، هتغير لعيبه وهتجدد ولا هتستقر شويه وتطلع ناشئات في النادي الاهلي؟ بصراحه بطلع طبعا ناشئات، وانت عارف طبعا تخيل كنت بتلعب دي حقيقه. يمكن انا بدايه الكلام في الاول قلت ان ما عنديش نجم، والنادي الاهلي عنده 23 لعيب، عنده 20 لعيب لازم كلهم يبقوا زي بعضهم. يمكن هم بيروحوا الماتشات مش عارفين مين اللي هينزل جوه الملعب لغايه اخر وقت في التسخين. طيب عشان لازم احنا خلاص الوقت بيقفل علينا، عايز اقول لك كلمه اخيره كابتن معلوشه سريعا جدا. اتفضل.
طبعا احب اوجه الشكر للجنه الطبيه دكتور محمد شوقي دكتور طارق النداني على تسهيلات المستلزمات الطبيه كلها. وبره مره ثانيه بشكر كابتن ياسر وبشكر الفرقه واقول لهم الف مبروك هم يستاهلوا. تمام الف مبروك كابتن صلاح. كلمه اخيره من حضرتك قبل ما ايه نقفل خلاص الوقت بيجري جري بينا الوقت. انا بحب اشكر عايزين 10 ساعات يمكن نتكلم معاك اتفضل. انا بحب اشكر كابتن محمد فهمي اللي هو اداري الفريق دينامو الفريق الصراحه يعني كل حاجه هو بيقولش لا عايزين كذا كابتن محمد حاضر كذا كابتن حاضر بجد تعب معانا قوي 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 ودكتور والجهاز كله واللعيبه دي وبشكر طبعا زوجتي وعيالي هم تعبوا بسببها قوي. اكيد احنا بنشكرهم كلهم اكيد بنقول للجهاز ونقول من اول كابتن ياسر لاصغر لعيبه عنده احنا بنشكرهم عشان ما ننساش حد. اكيد ان نجماتنا في كره اليد عملوا انجاز قوي جدا السنه دي بتقفيل 4 بطولات في السيزون. نتمنى لهم السنه الجايه نفس الكلام. نتمنى لهم النقطه الثانيه ان هم بطولات افريقيه يشاركوا او بطولات عربيه. عندهم طموح وعندهم هدف واكيد النادي الاهلي هو المساعد الاساسي ليهم. خلينا نخرج لتقرير عنهم عن اغنيه عن بطولاتهم ونعمل او نتكلم كلمتين واحنا واقفين على الوول باذن الله.